بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة إن شاء الله ميعادنا مع الحصة الـ11 من محاضرة الـ CPA لمادة الأودت، مادة المراجعة. النهاردة إن شاء الله هنكمل معاكم يونت 4 كنا بدأنا فيه المحاضرة اللي فاتت. قبل ما نبدأ، إن إحنا المحاضرة كالعادة إن إحنا بنقول تاريخ المحاضرة. النهاردة 5 نوفمبر 2016، 5/11/2016، ده بالنسبة لتاريخ المحاضرة. بالنسبة للحصة بتاعت النهاردة إن شاء الله هنكمل موضوع الـ Evidence، موضوع الـ Substantive Test. المرة اللي فاتت كنا بدأنا في يونت 4، الناس لو تفتكر كده، خلينا نفتكر إحنا بدأنا في إيه المرة اللي فاتت. آدي يا سيدي يونت 4 أو موديول 4 اللي كان بيتكلم على الـ Evidence Accumulation and Evaluation، يعني أنت مرحلة الـ Substantive Test. من الآخر حضرتك دخلت عملت الـ، يعني افتكر كده معانا الـ Audit Cycle. إحنا عملنا بلان للـ Audit، عملنا obtain understanding لل entity and its environment including the internal control system. لما عملنا understanding لل entity وال environment والتنجان ده والهبل ده كله، عرفنا، قلنا عملنا assessment وقلنا والله هنعمل، هل في controls in place في الشركة فهن go further وهنعمل test of controls، ولا controls مضروبة فهنروح لل substantive test على طول. فلو في test of controls، هل ال controls operating as designed ولا لأ؟ يعني انت لما بتست الكنترولز تطلع الديزاين بتاعها كويس، يعني في ديزاين افكتيفنس، بتخش تشوف الاوبريتنج افكتيفنس وتعمل تيست للكنترولز، وعلى حسب بتشوف النتيجه. ده اسمه الديزاين افكتيفنس في مرحله الاندرستاندنج، ومرحله او ده ما قبل مرحله التيست اوف كنترولز. والتيست اوف كنترولز انت بتشوف الاوبريتنج افكتيفنس عشان تشوف في كنترول سيستم موجود في الشركه ولا ما فيش كنترول، ولا فيش كنترولز موجوده في الشركه. طيب، وعلى اساس النتيجه بتعمل، بتشوف السبستنتيف تيست اوف ترانزاكشن، السبستنتيف تيست بتاعك، السبستنتيف تيست بتاعك اللي احنا بنسميه سبستنتيف تيست اوف ترانزاكشنز. والسبستنتيف تيست اللي انت خلاص بقى بتبتدي تعمل اوديت، ده الاوديت بتاعك، ده اساس الشغل بتاعك. عندك عناصر بالانس شيت، عندك عناصر انكم ستيتمنت، عندك ايكويتي ستيتمنت، عندك كاش فلو، وعندك شويه ديسكلوجرز كده ظريفه، وعايز تتاكد، عايز يبقى عندك ريزونبل اشورنس، او تدي انت ريزونبل اشورنس ان الارقام والحوارات والحكايات اللي موجوده في شويه الورق اللي اسمهم الفاينانشال ستيتمنتس، عايز تقول يا جماعه والله كل الهرتله اللي مكتوبه في الورق ده يا اما ميك سنس فالدنيا ظريفه والشركه ظريفه والارقام دي او الكلام ده يعبر بشكل ظريف عن الواقع، عن الوضع المالي بتاع الشركه، او تبهدل الشركه وتقول لهم والله يا جماعه الشركه دي زي الزفت والارقام دي زي الزفت واحنا ما عرفناش نراجع في ده، او ما عرف، او الارقام دي غلط، او الارقام دي صح، او الارقام دي زفته، وهكذا. تمام، ده في المرحله اللي احنا فيها دلوقتي. يبقى احنا في المرحله اللي احنا فيها دلوقتي ان احنا بنعمل perform substantive procedures. لو تفتكر المره اللي فاتت لما قلت لك في substantive procedures، عرفت لك ان انت لما بتشتغل substantive procedures لازم بت obtain evidence اللي هو بنسميه دليل المراجعه، ال audit evidence. وقلنا ان اي audit evidence لازم يكون حاجتين، لازم يكون sufficient و sufficient و appropriate. قلنا ال audit evidence ال keyword بتاعه حسب المعيار قال لك لازم يكون sufficient و appropriate، يعني لازم ال audit evidence بتاعك يكون sufficient في كميته، يعني مثلا حسب السامبلينج ميثودولوجي، حسب السامبلينج تكنيك اللي حضرتك استخدمتها وطلعت في الاخر ان انت هتقول مثلا سي هتفحص مثلا 150 عينه، فلازم تفحص 150 عينه. لو انت ما فحصتش 150 او ما خدتش ايفيدنس على 150 وخدت ايفيدنس على 120 بس، يبقى انت ضربت مبدا ايه؟ السفشنسي، الكفايه. تمام، ده بالنسبه للسفشنت. بالنسبه للابروبريت ان هو يبقى له علاقه بالموضوع، يعني انت مثلا لما تقول انا هفحص الكاش فهاخد كونفرميشن بالبنوك، ده طبيعي. يعني الايفيدنس ده زي ما هنشوف ان شاء الله، هنشرح الموضوع ده النهارده. انت لما بتفحص الكاش ارصدت البنوك والحاجات دي كلها واللونز وما شابه، بتاخد بنك كونفرميشن وتخلص نفسك. طيب، هل مثلا ينفع اشوف مثلا الكونفرميشن بتاعت الريسيفبل؟ ريسيفبل ايه يا عم، انا بفحص كاش، ايه علاقه الريسيفبل بالموضوع؟ ايوه، ما هي اودت ايفيدنس برضو. ايوه، ما هي اودت ايفيدنس بس في موضوع تاني، يعني ايه اللي جابها هنا؟ دي نوت ابروبريت. يبقى انا لازم تجيب الابروبريت، ايه الابروبريت ايفيدنس اللي تسبورت بيه الكونكلوجن بتاعك.
وقلنا حتى ان كلمه appropriate متقسمه لحاجتين او فيها two dimensions، اتجاهين الريليفنس. يعني ايه كلمه ريليفنس؟ ريليفنس معناها الملائمه، والريلايبيليتي كلمه ريلايبيليتي يمكن الاعتماد عليها. يعني مثلا ممكن واحد يقول لك انا هجيب لك كونفيرميشن، فتلاقيه جايب لك كده ورقه معفنه كده ولا ترقى لاي كونفيرميشن جايه من اي بقال، تمام؟ يعني انت ما فيش اي نوع من انواع الكونفيرميشنز انت ممكن تاخدها، ورقه كده معفنه مكتوب فيها الشركه دي عايزين منها بالصلاه على النبي كده 5000 جنيه وحاطين عندنا 2000 جنيه في حساب جاري. طب اسم البنك فين؟ ما فيش. حد ماضي؟ ما حدش ماضي. تلاقي اصلا الراجل عملها اصلا ايه على الوورد كده، دخل على الكمبيوتر بتاعه عملها على الوورد وطبعها لك وقال لك دي كونفيرميشن. على فكره هي كاوديت ايفيدنس هي سفيشنت، هي كسفيشنس سفيشنسي هي سفيشنت، ان هي انت عايز كونفيرميشن ودي كونفيرميشن. بعيدا عن الكونفيرميشن المضروبه، بعيدا ان هو جايبها من تحت بير السلم، ده موضوع تاني. دي بقى الابروبريتنس. يبقى الابروبريتنس اللي هي ان هي هل هي ريليفنت؟ هي ريليفنت، هي لها علاقه بالموضوع، هي بان كونفيرميشن صحيح مضروبه وصحيح عاملها تحت بير السلم، بس هي ريليفنت ليها علاقه بالموضوع. بس الريلايبيلتي بتاعتها هل هي ريلايبل؟ لا طبعا، ولا ريلايبل ولا زي ولا حاجه، وشويه ايه ويفيدنس زي الزفت، ما ولا تعترف بيه اصلا. فانت ممكن تقول له ايه الورقه دي حضرتك، تروح تبلها وتشرب ميتها، انا عايز بنك كونفيرميشن محترمه ببنك مختومه من البنك وشكلها كده بنك كونفيرميشن زي الناس الطبيعيه. ولو انت على فكره انت ممكن تزمزق يعني ايه كلمه تزمزق؟ يعني تقفش، تمام؟ ممكن تزمزق وتقول له الكونفيرميشن تتبعت للاوديت دايركتلي. من حقك، من حقك. يعني انت ممكن تغلس اكتر وتقول له ان البنك كونفيرميشن تو بي سنت للاوديتور دايركتلي بحق، تمام؟ طبعا في الواقع العملي ما بنتجهش للموضوع ده الا لو في مشكله. يعني خلينا نقول في الواقع العملي لا عادي، انا ما عنديش مشكله ان البنك يبعت الكونفيرميشن للشركه والشركه تبعتها لي. يعني من الاخر الشركه هتبقى عباره عن ايه؟ الشركه هتبقى عباره عن ايه؟ الشركه هتبقى عباره عن سعي بوسطه، هو هيجيب الكونفيرميشن للبنك وهيبعتها لي، فما فيش مشكله. لو شكيت ان في لعب وفي ضرب وفي هبل، لا ممكن اطلب ان الكونفيرميشن تتبعت دايركتلي من البنك ليه. هنتكلم على كل التفاصيل دي، بس دي كلمه فكره الريلايبيلتي. وقعدنا نتكلم المره اللي فاتت قلنا الدوكيومنتس اللي جنريتد اكسترنالي غير الجنريتد انترنالي، الدوكيومنتس اللي جايه من السيستم غير اللي مانوالي بريبيرد، وقعدنا نتكلم على السكو على النيتشر والتايم والاكستنت. مش هعيد بقى الكلام تاني، تمام؟ حاجه تانية، حاجه كنت شرحتها المره اللي فاتت وهشرحها النهارده ان شاء الله. احنا وقفنا المره اللي فاتت عند الحته دي، عند النقطه دي. النهارده ان شاء الله هنبتدي سكشن بي. سكشن بي قال لك، ركز معايا بقى عشان النهارده هنبتدي بقى الكلام بتاع النهارده ان شاء الله. بص يا سيدي، احنا قلنا substantive test معيارا هو عباره عن حاجتين، يا اما analytical procedures صح اللي هناخده دلوقتي، يا اما test of details. substantive test of details، test of details الايه؟ the transactions والbalances والdisclosures، تمام؟ يبقى انت السبستنتيف تيست بتاعك، عمليه السبستنتيف تيست، عمليه التيست بتاعك اللي انت لما بتنزل الشركه تقول يا جماعه انا هفحص الشركه، خلصت بقى مرحله الكنترولز خلاص دلوقتي هنخش دلوقتي نفحص الشركه. عندك حاجتين، يا اما تشتغل اناليتيكال، يا اما تشتغل تيست اوف ديتيلز. هل المعيار اجبرك على حاجه فيهم؟ لا مبدئيا، يعني المعيار لم يجبرك على حاجه فيهم، بس في حاجات براكتيكال، يعني في حاجات بالواقع العملي او بالبراكتيكاليتي انت هتعرف ايه اللي ممكن تشتغله اناليتيكال وايه اللي ممكن تشتغله تيست اوف ديتيلز، تمام؟ يعني ما ينفعش مثلا اقول لك البنك مثلا حسابات البنوك، حسابات البنوك دي يعني كونفيرميشن، يعني معروف، يعني اي بي سي مراجعه، تمام؟ يعني اول درس كده تاخده وانت داخل المكتب يقول لك ان البنك كونفيرميشن، تمام؟ فهتقول لا انا هشتغل اناليتيكال. انا اتكلم مين يا ابويا؟ يعني هي معروفه، يعني هي يعني احنا بقالنا 700 ايام الفراعنه واحنا بنراجع حسابات الكاش بالكونفيرميشن. تقول لي اه المعيار بيقول لك المعيار لازم انا اتكلم، المعيار بيقول لك مش لازم تيست اوف ديتيلز وممكن انا اتكلم، انا معاك، بس براكتيكاليتي وايز لا، الكاش هتراجع تيست اوف ديتيلز، تمام؟ او هتشوف الكونفيرميشنز، مش هتشتغل انا اتكلم. حاجات ثانيه ممكن تشتغلها انا اتكلم وتنفع كده او كده، زي مثلا السيلز. انت عارف ان السيلز ممكن تشتغلها اناليتيكال؟ السيلز
ممكن تشتغل اناليتيكال وممكن تشتغل تيست اوف ديتيلز، يعني ممكن السيلز تشوف علاقات ما بين ارقام معينه والترند مع ماركت مع بنود ميزانيه مع بعض، بنود ميزانيه مع قائمه الدخل، تربط القوائم الماليه ببعض وتشوفها مع الايكونومي، تشوفها مع الاندستري، تشوفها مع التاكس، مع التاكس ريتيرنز، تشوفها مع كل الفيلم ده. ده اسمه اناليتيكال. وممكن قشطه ما فيش مشكله نفكس بكل الحوارات الفاشله دي، وممكن نشتغل تيست اوف ديتيلز ونجيب بقى فواتير ونشوف الفواتير ونشوف الانفويس ونشوف السيلز اوردر ونشوف الديسباتش ريبورت او الدليفري داكت ونشوف كل الحاجات الظريفه دي وتشتغل تيست اوف ديتيلز. فممكن وممكن. طيب احنا المره اللي فاتت قلنا خلينا نبتدي يعني في المنهج النهارده ان شاء الله نبتدي الاول بالسبستنتف بروسيجرز بتاعت الاناليتيكال نشرحها وبعد كده نخش على التيست اوف ديتيلز. انا لا اتكلم، افتكر المحاضره اللي فاتت، المحاضره اللي فاتت مهمه جدا 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 جدا. المحاضره اللي فاتت لما شرحنا موضوع الاناليتيكال قلنا الاناليتيكال بروسيجرز تتعمل في حاجه او في مرحله من الثلاثه، او ممكن تتعمل في مرحله البلاننج اللي هو مرحله الريسك اسسمنت او البلاننج، تمام؟ سميها يسميها ريسك اسسمنت، يسميها بلاننج، قشطه. يعني ايه؟ يعني انت فاهم الموضوع، تمام؟ يبقى انت بتعملها في مرحله البلاننج سلاش الريسك اسسمنت سلاش الاندرستاندنج، سميها زي ما تسميها. وممكن تعملها كجزء من السبستانتيف بروسيدجرز كتستنج، تعمل تيست. وممكن وبتعملها في النير اند اوف ذا اوديت، او احنا بنسميها في الكلوزنج او الراب اب، سميها راب اب، تسميها كلوزنج، تسميها نير اند، تسميها زي ما تسميها. المهم انت عارف ان هي بتتعمل فين؟ بتتعمل في الاخر. جميل؟ جميل. افتكر انا المحاضره اللي فاتت شرحت الفرق بين الثلاثه وعطيت اكزامبلز كتيره، مش هشرح تاني النهارده. انا المره اللي فاتت قلت لك الاوبجكتيف بتاع كل واحده، الاوبجكتيف بتاع الريسك اسسمنت، سوري، الاوبجكتيف بتاع الاناليتيكال بروسيدجرز في الريسك اسسمنت مختلف عن السبستنتيف بروسيدجرز، مختلف عن النير اند اوف ذا اوديت او الكلوزنج، تمام؟ ارجع للمحاضره اللي فاتت عشان تفهم الموضوع ده، وارجع للمحاضره اللي فاتت عشان تفتكر انهي فيهم اللي ريكوايرد وانهي فيهم اللي مش ريكوايرد. بسرعه، الريسك الاناليتيكال بروسيدجرز اللي بتتعمل في البلاننج سلاش ريسك اسسمنت سلاش اندرستاندنج بتبقى ريكوايرد، وشرحنا ليه المره اللي فاتت. الاناليتيكال بروسيدجرز اللي بتتعمل في السبستنتيف مش ريكوايرد. ان احنا لسه قايلين من شويه المعيار بيقول لك كسبستنتيف تشتغل اناليتيكال تشتغل تيست اوف ديتيلز، انت حر مش مجبر. جميل؟ جميل. طيب طب الكلوزنج؟ لا، الكلوزنج ريكوايرد، فالكلوزنج ريكوايرد ولازم تعمله. يبقى انت بسم الله الرحمن الرحيم كده مينيمم في اثنين اناليتيكال هتعملهم، في البلاننج او الريسك اسسمنت او الاندرستاندنج، وفي الايه؟ وفي الكلوزنج. ده لازم هيتعمل، هتعمل اناليتيكال بروسيدجرز في البلاننج وهتعمل اناليتيكال بروسيدجرز في الكلوزنج، وشرحنا اهدافهم المره اللي فاتت. السبستنتيف بروسيدجرز هي دي بقى ايه؟ اللي انت والله انت حر ممكن تعملها وممكن ما تعملهاش، حسب ايه؟ حسب طبيعه الحساب، حسب الريسك، حسب انت شايف انهي اسهل وانهي ميكس مور سنس ان انت تفحص بيه. ما انت ممكن عندك رقم سيلز خرافي حصل مثلا تغيير بطريقه مثلا معينه في انفايرمنت معينه بظروف معينه، انت شايف ان انت ممكن تفحصه اناليتيكال وتوصل لحاجه. وممكن نفس حساب السيلز بس في شركه تانية لا شايف ان هو احسن له تيست اوف ديتيلز. ده بيجي لخبره المراجع، ده بيجي للخبره او بيجي من التقييم او بروفيشنال جادجمنت بتاع المراجع. انت بتبقى عارف اخش اناليتيكال ولا اخش ايه؟ تيست اوف ديتيلز. طيب بص يا سيدي، perhaps هنقرا شويه حتتين. The most familiar example of analytical procedures used in auditing is calculation of ratios. طبيعي، يعني أشهر حاجات أو من أشهر الحاجات اللي بنستخدمها في analytical هي إيه؟ الريشيوز. هي مثلا زي ما قلت لك، فاكر الإكزامبل بتاع المرة اللي فاتت؟ أنت بتقلب الميزانية كلها أو بتقلب القوائم المالية كلها ريشيوز وتشوف العلاقات، يعني مثلا وبتجيب ترند. خلي بالك لازم تجيب ترند أناليسيس، يعني إيه؟ يعني زي ما قلت لك المرة اللي فاتت، الريشيو بتاع الكوست اوف جود سولد سي مثلا 60% والجروس بروفيت 40%، يعني لما هتقسم الكوست اوف جود سولد على السيلز 60%،
فطبيعي ان الجروس بروفيت هيبقى 40% الباقي، ما هو السيلز ماينس كوست اوف جود سولد دي جروس بروفيت، انتوا محاسبين يعني عيب يعني. تمام. طيب الفكره بقى كلها، الفكره كلها دي النسبه، هل الاندستري، هل الاندستري الطبيعي فيها ان تبقى كوست اوف جود سولد 60%؟ والله لو الطبيعي ان فيها 60% يبقى انت ساعتها او 55% او 65% ساعتها انت عارف ان انت الدنيا ماشيه ظريفه، او الدنيا ماشيه within النورمال ترند بتاع الايكونومي بتاع الاندستري. يعني مثلا صناعه الموبايلات، انا من خلال خبرتي ومن خلال الريسورسز ومن خلال الشركات التانية اللي بشوفها بقول ان مثلا الكوست اوف جود سولد برسنتج بتاع صناعه الموبايلات 60%. فنزلت شركه يعني مثلا كنت ببحث سامسونج، تمام، ادي سامسونج اهو لقيتها 60%، وبعد كده بعديها بسنه رحت ببحث ابل او اتش تي سي مثلا لقيتها 62%، هقول ايش طب ليه؟ اه ما هو سامسونج 60 ده 62، هتلاقي ابل 58، يعني كلهم بيلعبوا في الرينج اللي ايه شبه بعض. بس مثلا رحت فحصت سامسونج لقيتها 60% ككوست اوف جود سولد، ورحت مثلا تفحص ابل لقيتها 10%، لا كده في حاجه غلط. ما هو الاندستري بقى ايه بقى؟ يا سامسونج حمار قوي، يا اما ابل عبقره بزياده، تمام؟ يعني او واحد فيهم ضارب حاجه في الارقام، ما هو ما تقنعيش يعني ايه اعقله الكلمه يعني، تمام؟ يعني هو اندستري فيها حاجات معينه شبه بعض، اكيد مش هقول لك ان سامسونج شبه ابل، دي ممكن تبقى شركه ودي شركه ثانيه بظروف مختلفه، بس مش هتلاقي الفلكتويشنز الغريب ده، يعني مش هتلاقي مثلا كوست اوف جود سولد هنا 60% وهنا 10%، يعني ما فيش كلام من ده، تمام؟ طيب يبقى انت بسم الله الرحمن الرحيم كده من قبل ما تحط ورقه او من قبل ما تشوف ورقه، انت بس مجرد انك شفت العلاقات وشفت الريشوز عرفت ان في كارثه فين في الكوست اوف جود سولد. ده اسمه اناليتيكال، ده اسمه كده اناليتيكال، تمام؟ اللي انت بتعمله ده اسمه ايه؟ اناليتيكال بروسيجرز. حاجه ثانيه، فاكر الاكزامبل اللي قلته المره اللي فاتت؟ السنه اللي فاتت كنا بعنا حاجات بمليار، السنه دي بعنا حاجات ب 2 مليار ونص مبيعات، فمعنى كده ان في عندي زياده حوالي كام؟ 150% من مليار ل 2 مليار ونص، يعني زادت مليار ونص، يعني عندي زياده 150% في السيلز. يعني انت شفت كده الترند اناليسز اللي تشينج ما بين الرقم اللي فات والرقم السنه دي، لقيته 150% بوزيتيف، ده رقم ممتاز. طبيعي ان اي سيلز بتزيد السيلز هتيجي منين؟ لازم هنبيع. هنبيع ايه؟ هنبيع بضاعه. البضاعه فين؟ ليها تكلفه، التكلفه اسمها ايه؟ كوست اوف جود سولد. فطبيعي ان لما السيلز تزيد ب 150% طبيعي ان الكوست اوف جود، الكوست اوف جود سولد هتزيد. ممكن ما تزيدش 150% بالظبط، تزيد مثلا 130% 120% 170%، يعني هتبقى حوالين ال 150، ان هو مش يعني مش حاجه مقابل حاجه، عادي ممكن يكون في اكسبنسز ضربت منهم زياده، في شويه حاجات زياده السنه دي بتحصل، ما فيش مشكله. بس هتلاقي السيلز بتزيد 150، ممكن تلاقي كوست اوف جود سولد يزيد 170، هتقول ماشي اقبلها، يزيد ب 100 يزيد ب 130 برضه ابلعها، وهكذا. لكن مثلا الكوست اوف جود سولد بيزيد مثلا ب 25%، هنهزر يعني؟ هي السيل زادت ب 150% والكوست اوف جود سولد زادت ب 25%؟ يعني جد طب اعقلوا الكلمه، يعني ازاي؟ يعني فين؟ يعني فين السيلز؟ ما هو السيل زادت ب 150%، فين البضاعه؟ البضاعه راحت فين اللي انا بعتها؟ ما هي ليها تكلفه، انا ما بعتش الهوا، يعني انا ما بعتش هوا، انا بعت بضاعه، والبضاعه ديت دي لها تكلفه، ولما التكلفه تتحط في الانكم ستيتمنت تتحط في كوست اوف جود سولد، ان هي برودكت كوست، تمام؟ ارجع له الكوستنج في الباك، تمام؟ ان هي برودكت كوست، فهتترمى على الكوجز، هتترمى على الكوست اوف جود سولد، بنسميه كوجز، تمام؟ طب دلوقتي الكوجز زاد ب 25%، فين الفرق؟ يبقى انت كده بسم الله الرحمن الرحيم قبل ما اشوف، قبل ما تضرب ايدك في اي ورق، عارف انا يا اما عندي كارثه في السيلز، يا اما عندي كارثه في الكوست اوف جود سولد، يا اما عندي كارثه في الاثنين. يعني من الاخر السكشن اللي فوق ده في دوشه، اللي هو اسمه السيلز بالكوست اوف جود سولد، اللعبه دي كلها كده فيها مشكله، تمام؟ يبقى انت يبقى انت عرفت ان في مشكله، وساعتها هتبتدي تعمل اناليسيس اكتر. هقول لك ازاي. However, analytical procedures range from simple comparisons of information through the use of complex models such as the regression and time series analysis. يعني انت عندك الـ regression، sorry، الـ analytical procedures ممكن
هات كاب بروسيجرز بتختلف من سمبل كومباريزنز لحد ممكن الناس تستخدم كومبلكس موديولز زي ريجريشن اناليسيس، حاجه اسمها ريجريشن اناليسيس او تايم سيريس اناليسيس، برضه حاجه اسمها تايم سيريس اناليسيس مش هنتكلم عنها، مش موضوعنا خالص. تمام، المهم حاجات كده بنستخدمها في التحاليل بمعنى صح. طيب التيبيكال ابروتش بقى، ازاي اعمل اناليتيكال بروسيجرز؟ ايه خطوات تست اناليتيكال بروسيجرز؟ ديفلوب ان اكسبكتيشنز فور ذا اكاونت بالانس، ودي مهمه جدا. ان انت عشان تقول ان عشان تقول ان الرقم ده كاناليتيكال بروسيجرز صح ولا غلط، لازم يبقى عندك اكسبكتيشنز. بمعنى اقول لك على اكزامبل ظريف جدا، نقول مثلا ان انت كنت بتوبريت في مصر، يعني انت مثلا عندك شركه زبادي، جميل، انت جهينة يا سيدي، تمام، انت جهينة، تمام، وبتوبريت في مصر، محدش يعرف في السعودية حاجة اسمها جهينة. يعني لو سألت حد في السعودية كده تقول له ايه جهينة، يقول لك ايه جهينة دي، تمام. فجهينة قررت ان هي توبريت فين في السعودية السنة دي. مبيعات جهينة في مصر فقط كانت مثلا سي مثلا يعني ب 500 مليون، بيزد ان هي عندها ماركت شير معين بحسبة معينة بحاجة معينة، بكام يا عم؟ 500 مليون. شكرا. طيب ده كان ده السنه اللي فاتت. جيت السنه دي قعدت مع الراجل، قال لك لا احنا السنه دي بقى ايه؟ احنا السنه دي دخلنا السوق السعودي. ده احنا دخلنا السوق السعودي وبقى عندنا ماركت شير كذا وعندنا مش عارف كذا وعملنا كذا وهكذا. فعطاك قصه كده، فانت بالحسبه كده بالماركت بالماركت شير بكذا، قلت والله الماركت شير بتاع جهينه من الماركت من السوق السعودي السنه دي ان هو لسه داخل، فممكن يكون مثلا واخد ماركت شير مثلا يعني 10% مثلا يعني. فتك تك تك ممكن تقول مفروض مبيعاتهم تزيد مثلا ب 200 مليون او مثلا ب 100 مليون مثلا 100 مليون، يبقى هما كانوا 500 مليون السنه دي، وانت توقعك الشخصي كمراجع ان هما نتيجه ان هما دخلوا السوق السعودي مبيعاتهم هتزيد ب 100 مليون زياده السنه دي، يبقى معنى كده ان انت توقعاتك لرقم السيلز كام؟ 600 مليون. ده كده من قبل ما تشوف الميزانيه اصلا، من قبل ما تشوف القوائم الماليه كلها، انت كده توقعاتك الشخصيه 600 مليون. ده اسمه develop an expectation of the for the account balance. تاني حاجه، determine the amount of difference from the expectation that can be accepted without investigation. ودي حاجه مهمه. هو انت لو قلت توقعك 600 مليون والراجل جه قال لك انا بعت ب 590 599 999، هتقول له لا انا توقعي مليون، توقعي 600 مليون؟ لا طبعا، يعني انت فرق جنيه يعني. فانت 500 يا سيدي، انت توقعت 600 مليون وهو باع 590 مليون، باع ب 610 مليون، فانت بالنسبه لك الرقم ميك سنس. ليه؟ يعني مع الرينج اللي انت متوقعه، تمام؟ فانت بتحط لنفسك رينج ممكن تقبله من غير اي انفستيجيشن. يعني انت قلت انا توقعي الشخصي ان رقم السيلز السنه دي مفروض بتاع جوهينا توتال يبقى 600 مليون، والله جه 605 او جه 595 في الرينج ده، يعني من اول 595 لحد 605 كل ده انا هقبله من غير اي انفستيجيشن. يعني لو الرقم جالي ب 605 او 595 وان بتوين، انا بالنسبه لي انا كان ساتسفايد وزي الفل ومبسوط وامضي وانا جاهز. يبقى ده determine the amount of difference. ايه هو الاماونت اوف ديفرنس فروم ذا اكسبكتيشن اللي انت ذات كان بي اكسبتد انت ممكن تقبله من غير ما تعمل اي ايه؟ من غير ما تعمل اي انفستيجيشن، تمام؟ طب بيزد على ايه؟ على الاكسبيرينس بتاعتك، بيزد على الماتيرياليتي، على الاكسبيرينس، على الاكسبكتيشنز، على حاجات كتيره جدا انت بتعملها لنفسك. طيب كومبير ذا اكاونت بالانس اور ريشيو وذ اكسبكتد اكاونت بالانس. يعني انت بالنسبه لك انت متوقع 600 وقلت من 595 ل 605 انا زي الفل. ساعتها بقى ايه؟ هتشوف بقى الرقم اللي جاي لك فين؟ في الترايل بالانس او في الانكم ستيتمنت، تمام؟ طلع 605، هتقول شكرا ده كان توقعي وهم عملوا ماتشنج للتوقع بتاعي،
فانا شايف ان توقعي ماشي مع الاكتوال اللي حصل، فانا شايف ان ده مظبوط وده الفل وشكرا. جه الرقم 720، لا انا متوقع 600 وحاطط لنفسي رينج 595 او 600 لحد 605، مش هانفستيجيت. انا كده بالنسبه لي مبسوط. الرقم جه 720 ازاي يعني؟ يعني جم منين؟ ساعتها طبعا يعني خصوصا الشباب اللي لسه جديد في الاودت، اللي هو لسه داخل اول يوم في الاودت، لما يلاقي فارينس كبير يعني يحس ان هو ايه طلع بقى ايه اللي يطلع كميه السرقات والاختلاسات وكل حاجه في الشركه. لا مش لازم يعني، لو في فارينس كبير ممكن يكون له جاستيفيكيشن، يعني الناس ما تبتديش تجري كده اول ما تلاقي فارينس كبير يلا بينا الشركه حراميه وتروح بقى ايه تفضحهم في جميع القهاوي وجميع الوسائل الاعلام. لا، لو في فارينس كبير انفستيجيت، لازم تعمل انفستيجيت سيجنيفيكانت ديفرنسز فروم ذا اكسبكتد اكاونت بالانس. ليه؟ ان ممكن يكون في جاستيفايبل ريزن. زي ايه؟ والله قال لك احنا دخلنا السوق السعودي، بس خلي بالك من حاجه يا استاذ عمرو، انت نسيت ان احنا بنبيع في السعوديه بريال واحنا بنبيع في مصر بالجنيه، وفي فرق في العمله. فانت لما جيت تعمل فرق العمله والجنيه او الريال كان بكذا من سنتين، او من السنه اللي فاتت كان بكذا والسنه دي بكذا، فاحنا عشان فرق العمله مع مش عارف مين مع حصل ايه، يديك كده قصه طويله عشان يجستيفاي. يعني ايه جستيفاي؟ عشان يديك سبب للفارينس الخزعبلي الخرافي اللي هو من 600 ل 720. انت بقى كمراجع اقتنعت، شكرا اهلا وسهلا، دي حاجه جميله جدا مفيش مشكله، وتكتب اللي انت اقتنعت ليه. ما اقتنعتش تقول والله انا مش مقتنع، تبتدي تتكلم مع الراجل وتفهم منه الموضوع اكتر وتشوف المشكله فين. ولازم يا اما يا يقنعك يا يقنعك، ما فيش حل تاني، هو لازم يقنعك. ما انت لو ما اقتنعتش هتعمل ايه يعني؟ ما مش مقتنع، ما هو لازم يثبت لك. فلازم investigate the significant differences from the expected account balance. طيب خباك من حاجه بقى، يبقى دي خطوات الاناليتيكال بروسيجرز. مشكله الاناليتيكال بروسيجرز، وحط الكام كلمه اللي هقولهم دول حط تحتيهم بدون خط، مشكله الاناليتيكال بروسيجرز في الاوديت انها محتاجه دوكيومنتيشن عافي. يعني ايه دوكيومنتيشن عافي؟ يعني لما هتقول develop expectation for the account balance، انت شايفها هنا جمله في الورك بيبرز بتاعتك، هتبقى دوكيمنت كبيره قد كده اهو. ليه؟ ان انت المفروض تقول البيزز اوف استيميشن او البيزز اوف اكسبكتيشن. يعني انا لما قلت لك الراجل جهينه السنه اللي فاتت باع ب 500 مليون في مصر، السنه دي عشان دخل السوق السعوديه فهو هيبيع 600، يعني هيبيع توتال 600 مليون. ما ينفعش تكتب الاكسبكتيشن بتاعي 600 مليون عشان دخل السعوديه، ده اسمه هرتله. لازم تكتب وصلت الاكسبكتيشن بتاعتك ازاي، السورسز بتاعتك. يعني ما ينفعش مثلا واحد صاحبك قال لك على القهوه ده انا شفت جهينه في الرياض عند التموينات اللي جنب بيتنا، فدول بيبيعوا في السعوديه، فقلت دول دخلوا الرياض فمعنى كده ان هم هيبيعوا كويس. لا، لازم يكون عندك سيلز ريبورتس معينه، لازم تشوف ريبورتات وحاجات وتعمل استادي معين بحيث ان انت على اساسه تعمل بيلد للاكسبكتيشنز، تبني الاكسبكتيشن بتاعك. ما ينفعش اللي هو نظام قالوا له ده هناك بقى، تمام؟ فالديفلوب اكسبكتيشن فور ذا اكاونت بالانس، هي الكلمه سهله بس دوكيومنتيشن وايز، وانت بتكتب او انت بتعمل دوكيومنتيشن للفايل بتاعك ملل. انت المفروض تكتب وصلت ازاي للرقم ده. يعني وعايز اقول لك حاجه، ازاي تعمل جادجمنت ان انت اللي انت كاتبه ده كويس ولا مش كويس؟ حط نفسك في موقف مديرك، حط نفسك في موقف مديرك. لو انت المدير بقى وشفت الكلام ده المكتوب، هل انت شايف ان ده يكفي ان واحد يفهم الموضوع من غير ما تحط الشرح الحاجات التانيه؟ ده سؤال. يبقى انت الكواليتي بتاعت الدوكيومنتيشن بتاعك هي معناها ايه؟ معناها ان انت تكتب او تعمل دوكيومنتيشن للشغل اللي انت عملته بطريقه ان اي حد يفهمه.
طيب وبعد ما اخلص هتكلم موضوع الدوكيومنتيشن ده، وهيجي كده كده ان شاء الله قدام قدام شويه لما نتكلم على الوركينج بيبرز. Determine the difference ده اتكلمنا عليها وهكذا. فالمشكله انت في كل خطوه من دول بتقعد تكتب دوكيومنتيشن كتير. فانا كان ممكن يبقى سهل، تفتكر ان هو سهل، بس هو شغله كتير، وان انت تجستيفاي اللي انت عملته هتتكلم كتير شويه او هتكتب كتير شويه. وانت بتعمل الاكسبكتيشنز بتاعتك، او قال لك when developing the expectations، ايه المعلومات او ايه السورس اللي انت ممكن تاخدها في اعتبارك؟ قال لك the information itself from the in the prior periods، يعني انت ارقام نفسها السنين اللي فاتت. يعني انا الاكسبكتيشنز بتاعتي والله جهينة السنه اللي فاتت باعت ب 500 مليون، فالسنه دي عملت كذا وعملت كذا، يبقى انا بنيت شغلي على ال 500 مليون بتاعت السنه اللي فاتت. يبقى انت ممكن كسورس اوف انفورميشن تبني الحاجات بتاع تبني الاسامبشنز بتاعتك على ارقام السنه اللي فاتت. ممكن تبنيها على anticipated results such as budget forecast. تشوف البادجت بتاعتهم، ودي حاجه مهمه جدا، تشوف البادجت بتاعتهم، هم البادجت بتاعتهم ان هم يحققوا كذا، والله يبقى هم المفروض يحققوا كذا عشان هم بيغطوا مثلا بيغطوا مصر وبيغطوا السودان وبيغطوا مثلا سي مثلا السعوديه مثلا. طب وهنا ماركت شير كذا وهنا ماركت شير كذا، يبقى هم متوقعين ان هم يوصلوا رقم كذا. فده سورس تاني ممكن تاخده في اعتبارك. Relationships among elements of financial information within the period، زي ما قلت لك السيل زادت ب 150%، طبيعي ان الكوست اوف جود سولد لازم تزيد ب 150%، 140%، 160%، بس مش 25%. Industry information، زي ما قلت لك نزلت افحص سامسونج لقيت ان الكوست اوف جود سولد برسنتج 60% للموبايل ده. نزلت افحص ابل لقيت ان الكوست اوف جود سولد ب 10%. يبقى يا اما سامسونج حماره يا اما ابل حراميه، يعني ما فيش حاجه اللي تاني يعني. تمام، فلازم تفهم الاندستري. relevant non financial information، المعلومات النون فاينانشال اللي هتاثر عليك، زي الماركت شير. الماركت شير مثلا زي الاحداث السياسيه، احداث سياسيه ممكن تاثر وشفناها كتير. يقول لك مثلا احنا مثلا عشان في مثلا شركات كتيره كسبت قوي في مرحله الثوره، وفي شركات خسرت. الشركات اللي كسبت اللي ممكن مثلا اكزامبل اهبل قوي، الراجل اللي بيبيع على مصر ايام 25 يناير، الراجل ده خد فلوس زي الفل. تمام، يعني الراجل كان سيزون بالنسبه له. نفس الراجل ده مثلا في ماتشات مصر، مثلا ماتش مصر وغانا، تمام، ده ليه؟ عشان مصر كانت دخلت التصفيات مثلا. طب لو مصر ما دخلتش التصفيات، هل هيبقى في ماتش؟ مش هيبقى في ماتش. هل هيبقى في سيلز للاعلام؟ مش هيبقى في سيلز. طب ايه علاقه التصفيات والمجموعه والثلاثه بونت بالسيلز؟ دي نون فاينانشال انفورميشن، يعني الثلاثه بونت والتصفيات وكاس العالم دي نون فاينانشال انفورميشن، بس هتاثر لك على الفاينانشال. لا، الفاينانشال داتا، وسط التصفيات وهتلعب غانا ومحتاج ثلاثه بونت وهتلعب في استاد القاهره، هيبقى في ناس، هيبقى في 100,000 واحد في الاستاد، هيبقى في اعلام هتتباع، هيبقى في سيلز، هيبقى في ارقام هتخش قائمه الدخل. طيب خسرنا في اول ماتش، ما دخلناش تصفيات، مفيش كاس عالم، مفيش 3 بونت وكل الحاجات الظريفه دي، فمفيش ماتش، فمفيش اعلام، فمفيش سيلز. يبقى لازم تربط الفاينانشال انفورميشن، سوري، لازم تربط النون فاينانشال انفورميشن اللي ليها علاقه وتربطها في الاحداث المناسبه اللي ليها علاقه بالشركه بتاعتك. طيب خلينا نقول حاجه مهمه برضو. قال لك ريليشن شيب ديفر ان ذا بريدكتبيلتي، يعني الريليشن شيب بتختلف في التوقعات. وخلي بالك من الحاجات المعينه، ريليشن شيبس ان دايناميك اور انستابل انفايرمنت ار ليس بريدكتبل ذوز ان انستابل انفايرمنت. يعني اسالك سؤال، في عنصر كده ظريف، يعني في عنصر ظريف اسمه فورين اكسشينج جين اور لوس، ده عنصر ظريف من عناصر قائمة الدخل اللي هو الجين واللص نتيجة العملات الأجنبية. أنا لو سألتك، يعني أنا بصور النهاردة 5 نوفمبر 2016، تمام؟ الجنيه المصري اتعوم امبارح، بينا أول امبارح، تمام؟ امبارح كان إيه؟ امبارح كان الجمعة، يبقى كان يوم الخميس، أول امبارح، النهاردة السبت. طيب اتعوم الخميس. أنا لو سألتك الدولار بكام الأسبوع اللي فات؟ هتقول لي سعر.
لو سألتك النهارده بكام هتقولي سعر تاني خالص، لو سألتك بكره هتقولي سعر تالت خالص. ليه؟ عشان احنا عندنا unstable environment. مش هتكلم على السياسه والوضع السياسي، احنا اتفقنا مش هنتكلم في السياسه في المنهج، تمام؟ خلينا نفرق شويه الموضوع ده، احنا بنتكلم بيور accounting و auditing. انا عندي فوركس gains و losses، هتحسبها ازاي؟ انت راجل دلوقتي انا بتكلم عايز تحسب الفوركس، هتحسبها على الدولار بكام؟ بال 88 اللي هو كان قبل يوم الخميس بالسعر الرسمي، ولا 13.50 السعر الرسمي بعد يوم الخميس، ولا 18 سعر الرسمي في السوق السوداء حسب فئه معينه، ولا ب 7 جنيه حسب سعر السوق السوداء ناس تانيه معينه. فكل واحد هيديك سعر بقى، تمام؟ انت بقى اديني بقى في الاناليتيكال، هتعرف تعمل اناليتيكال ولا طبعا هتعرف توصل لحاجه. يبقى الريليشن شيبس ان دايناميك، هو احنا مش دايناميك، احنا انستيبل. يعني هي الكلمه شيك دايناميك، احنا انستيبل، تمام؟ انفايرمنت ار ليس بريدكتبل، طبعا يمكن ان تبقى اقل في البريدكشن بتاعها، بتبقى اقل من طبعا الحاجات اللي ستيبل، تمام؟ يعني مثلا السعوديه الريال مثلا الدولار ب 3 ريال 40 او 3 ريال 45، حصل بقى مش عارف مين راح مين جا ومين راح ومين مش عارف ايه، هو ب 3 40، تمام؟ هل تعرف تعمل البريدكشن للدولار مع الريال؟ سهله عشان ستيبل. لكن هل تعرف مع الجنيه؟ لا. Relationships involve balance sheet accounts are less predictable than income statement accounts. ودي مهمة. خلينا من حاجة. البالانس شيت هي سناب شوت. البالانس شيت سناب شوت. الانكم ستيتمنت هي بيريود على فترة على 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 بعضها. بمعنى رقم السيلز اللي في قائمة الدخل، نقول مثلا ان هو 500 مليون. مثلا رقم السيلز. معنى كده ان هو بدا بكام؟ بدا بزيرو بقائمه الدخل، يعني دي اكونت بتتقفل كل سنه، يعني طبعا احنا محاسبين، تمام؟ فبدا من زيرو وبدات تبني واحده 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 لحد ما وصلت لكام؟ ل 500,000 اخر السنه. امبارح كانت بكام؟ يعني كانت ب 500 الا شويه. لكن ده عشان قائمه الدخل. فال 500,000 دول جم على مدار سنه. ال 500 مليون ال 500,000 جمعه على مدار السنه. قصه. ده عشان انكم ستيتمنت، لكن بالانس شيت ده سناب شوت. يعني ايه؟ يعني لو قلت لك رقم الكاش، رقم النقديه اللي في البالانس شيت يوم 31/12 سي مثلا مليون دولار. طب امبارح كان بكام؟ ما اعرفش. ممكن امبارح كان ب 10 مليون دولار والنهارده الصبح قبل ما اقفل الميزانيه صرفت 9 فبقى عندي مليون، وممكن لحد امبارح ما كانش عندي ولا مليم والنهارده الصبح كده ربنا كرمني واحد بعدي كده قال لي يا عم خد مليون دولار. ليه؟ يبقى انت البالانس شيت بتديك سناب شوت، بتديك لقطه سناب شوت عن وضع الاكونت يوم 31/12. لقطه as of مش for the period. يعني حتى الانكم ستيتمنت بتقول انكم ستيتمنت for the period، لكن البالانس شيت بتقول بالانس شيت as of او as at 31/12. فطبيعي ان البريدكشنز والاسامبشنز اللي بتستخدمها لحاجه مبنيه على مدار سنه وعندك ريلايبيليتي على ارقام اكتر من حاجه سناب شوت. ممكن طول السنه عندك كاش كتير كتير كتير، طول السنه عندك كاش بالهبل 10 مليون 15 مليون 20 مليون، وجيت في اخر يوم صرفت كله، بقى عندك كام في البنك؟ 500,000. قفلت كام السنه؟ 500,000. طب يا عم ما انت عندك طول السنه 10 و20 مليون، حظك يعني هعمل ايه؟ وهكذا. Relationships involving management discretion are sometimes less predictable. يعني ايه؟ مثلا او قال لك اكزامبل ظريف. Decision to incur maintenance expense rather than replace plant. يعني مثلا عندك الحاجات اللي ليها علاقه بالassumptions او ليها علاقه بقرارات الاداره. هقول لك على حاجه. سياسه الاداره، سياسه او السياسات بتاعت الاداره اللي بتتدخل في المحاسبه، مثلا الاس ام اس السلو موفينج ستوك. لو انا مثلا ببيع موبايلات، بلاش موبايلات عشان الموبايلات فيها تكنولوجي فهتبقى صعبه شويه. ببيع حديد، الحديد ممكن يقعد معاك، مش هيبوظ مثلا بعدين، مش زبادي هو يعني مش يومين ويبوظ، لا الحديد هيقعد لحبه حلوين معاك،
كله سنة سنتين تلاتة أربعة بحاول حاجة، ممكن يصدي، ممكن مش عارف يرطب، مش عارف حاجات كده غريبة. ما أنا مش تحديد، نفترض مثلا هيجيله رطوبة مثلا أو هيصدي وهكذا. طب تجيله الرطوبة دي كمان قد إيه؟ هل كمان مثلا 5 سنين؟ معرفش. هل كمان 7 سنين؟ ممكن. فممكن والله في حد بعت لي حاجة. طب ليه يعني، ليه الحاجات اللي بتتبعت كده؟ طيب معلش، في واحد اسمه أحمد بعت لي، فيعني إحنا أنا أسأل يعني أنا آسف إن البتاع طلعت كده فجأة على البتاع، فكبر دماغكم. يسيبكم من أحمد، أحمد ده اللي أنا أصلا معرفوش، وخلينا نرجع للبتاع. تمام. طيب البتاع راحت الحمد لله. طيب بتقول إيه؟ الحديد. فلو الإدارة قالت لك والله أنا هاخد مخصص المخزون الراكد وبطيء الحركة اللي هو الـ SMS أو Slow Moving Stock للحديد بعد 5 سنين، هل أنت 5 ولا 4؟ ما تعرفش. أنت ممكن يبقى 4، ممكن يبقى 5، ممكن يبقى 7، حسب الإندستري بتاعت الشركة. طبعا الشركة المفروض هتقنعك، يعني الشركة مش عبيطة، بس القرارات دي غير قرارات تانية أسهل شوية. يعني مثلا لو الشركه مثلا، لو انت مثلا بتراجع على جهينه وقالت لك والله انا هاخد السلو موفينج ستوك بتاع الزبادي لما الزبادي يقعد 6 شهور. 6 شهور مين يا عمي؟ 6 شهور مين يابا؟ ده هو اخر يومين ويبوظ. تمام. فانت السلو موفينج ستوك يعني دي حاجات بديهيه، تمام، الزبادي هيبوظ تمام، لكن الحديد مش هيبوظ. فانت البريدكشن بتاعك للسلو موفينج ستوك بروفيجن للحديد هيبقى صعب جدا، ان هو ممكن تقول له ده هيبوظ بعد 5 سنين، ده يقول لك لا يا عم ده هيقعد 7 سنين. تقدر تتكلم، تقدرش تتكلم، وانا تحديد؟ لا مش تحديد. لكن بتاع الزبادي هيقول لك لا هيقعد 6 شهور، هتقول له انت عبيط ولا ايه؟ ايه اللي 6 شهور؟ ففي حاجات بتبقى سهله وفي حاجات بتبقى صعبه شويه. طيب ايه كل الهبل ده؟ اتكلمنا على الحاجات دي، قلنا السورس اللي انت بتاخد منها معلوماتك، انت ممكن يبقى عندك اندبندنت سورسز، بيرسونال نوليدج، مش عارف الحاجات اللي جايه من سترونج انترنت، اقرا الكلام ده. في بقى مشاكل. انا كده خلصت الاناليتيكال بروسيدجرز. ايه المشاكل او ايه الليميتيشنز اللي ممكن على الاناليتيكال بروسيدجرز؟ الاناليتيكال بروسيدجرز كتست ظريف، ما فيهوش فرهضه انك تقعد تبص في ورق، ما فيهوش فرهضه انك تقعد تبص في ورق، فهو حاجات ظريفه بس له مشاكل او له ليميتيشنز، يعني له قيود معينه. زي ايه؟ قال لك the guidelines for the evaluation may be inadequate. يعني انا قلت لك مثلا ان الكوست اوف جود سولد برسنتج بتاع الموبايل ده 60%، وابل كانت 10%. انا مش بتاع موبايلات، يعني انا مش بتاع موبايلات، يعني ما اعرفش هو 60 ولا 10، فهتضطر تروح لمين؟ الافريج. فلقيت الاندستري افريج 40، يعني ولا هو 60 ولا هو 10، هو يميل اكتر ل 60 بس، يعني مش 60 برضو. فساعتها انت ممكن تشك اصلا في الاندستري افريج اصلا. تمام. يعني فانت الحاجات دي انت بتبني عليها ممكن ما تبقاش اكل. يعني انا لو قلت، انا لو قلت لك انت شخصيا دلوقتي ايه الاندستري افريج ككوست اوف جود سولد لصناعه الموبايلات، انا ما اعرفش ولا انت تعرف، وما اظنش ان حد يعرف يجيب المعلومه دي بسهوله. هي دي المشكله، وهي دي عائق من عوائق الاناليتيكال بروسيدجرز. Why should the ratios be the same as last year؟ حاجه ثانيه، انت بتقول والله انا بقارنها بالسنه اللي فاتت، طب ما هي ممكن السنه اللي فاتت يكون في ظروف ثانيه. مصر السنه دي غير مصر السنه اللي فاتت، غير مصر من 10 سنين، غير مصر من 60 سنه. تمام. يعني كل فتره لها ظروفها، ظروفها الجغرافيه وعدد السكان والظروف السياسيه وكل حاجه. فانت ليه بتقارن ارقام ممكن ما تبقاش ليها علاقه قوي ببعض؟ طيب تاني حاجه، it is difficult to determine whether a change is due to a misstatement or result of a random change in the account. يعني انت ممكن تلاقي ان التغير حصل، انت ممكن ما تبقاش يعني الاكزامبل، فاكر لما قلت لك انت بتاع جهينه، الاكزامبل بتاع جهينه اللي انت كنت متوقع ان هم يبيعوا 600 مليون، 500 بتاع مصر وال100 زياده عشان لسه داخلين السوق السعودي. فهم قال لك لا احنا السنه دي بعنا 720 مليون. 720 مليون ايه يا عم؟ ده 120 مليون زياده. فانت هتحاول، يبقى انت كده الاكسبكتيشن بتاعك اتضرب والافكار بتاعتك اتضربت، فهتضطر تعمل ايه؟ تشوف الفاكتورز الثانيه. هيقول لك اصل انا بعت في، رحت عرعر ورحت حائل
ونزلت المنطقة الجنوبية، رحت جيزان وبص انتشرت في السعودية. ممكن انت هتقول له ايه؟ طيب انت ما تعرفش، انت مش قاعد في السعوديه عشان تشوف الزبادي بتاع جهينه راح عرعر وجيزان ولا ما راحش، هتعرف منين يعني؟ تمام. فهتقول له ايه؟ تقول له ماشي مبروك. هتقول له ايه؟ فهتضطر تعمل ايه؟ هتضطر تخش في السبستنتف تيست. انت غالبا ما اقتنعتش ان جهينه وصلت عرعر عرعر مثلا او وصلت جيزان، تمام؟ فهتضطر تروح تشتغل في السبستنتف تيست. طيب cost based account records hinder comparison between firms of different ages asset competition. مهمة جدا جدا جدا. أنا هقارن سامسونج، هقارن ده تليفون سامسونج هقارنه بآيفون عشان أشوف الأرقام. بس خلي بالك من حاجة، سامسونج بتعمل تليفونات وبتعمل ثلاجات وبتعمل غسالات وبتعمل عربيات، على فكرة كان في عربيات سامسونج، وبتعمل تلفزيونات وبتعمل مليون حاجة. آبل ما بتعملش غير تليفونات وايبادز ومش عارف ايه. اصلا الكابيتال ستراكشر الشركه الدنيا كلها مختلفه. هما الاثنين بيعملوا تكنولوجي، بس ده داخل في مليون حاجه. سامسونج بتعمل غسالات وتكييفات وموبايلات والتاني بيشتغل موبايلات بس. هتعرف تفرق ما بينهم؟ مش سهل. حاجه ثانيه هقول لك يا عم، نفترض HTC مثلا وابل. HTC بيعمل موبايلات بس مثلا، انا ما اعرفش HTC بيعمل ايه تاني بس نفترض يعني. وابل بيعمل موبايلات بس. بس ابل يعني كبيره قوي، السايز بتاعها مختلف عن HTC، فطبيعي ان الكوست ستراكشر والكومبوزيشن بتاع الاسيتس والفيلم كله هيبقى مختلف عن HTC. ممكن تقارن، بس هتلاقي ممكن المقارنات ظالمه، اكنك مثلا بتقارن التيرن اوفر بتاع كارفور مع التيرن اوفر مع بتاع عم صالح البقال. على فكره عم صالح البقال بيبيع جبنه وكارفور بيبيع جبنه، الاثنين بيبيعوا جبنه، بس في فرق في السايز. ده كارفور وده عم صالح، ده عنده اسيد كومبوزيشن باندستري مختلفه عن عم صالح. هل ينفع تقول اناليتيكال بروسيدجرز ما بين عم صالح وكارفور؟ صعبه. طيب تاني النقطه اللي بعديها الاكاونتنج. الاكاونتنج ايشوز دي يعني لهواة العلم والتعلم هتعرفوها في الفار ان شاء الله. الناس اللي كانت في الفار هتعرف ان اللايفو اللي هي جزء نظام من الانفنتوري فالويشن سيستمز او تكنيكس، في حاجه اسمها لايفو. اللايفو دي مش موجوده غير في امريكا، غير في المعايير الامريكيه فقط. يعني اللايفو موجوده في اليو اس جاب، مفيش لايفو ولا في الايفرز ولا في الاسترالي ولا في الانجليزي ولا في المصري ولا في السوداني ولا في حاجه. هي اللايفو اختراع امريكي صرف. فانا هقارن سامسونج اللي هي شغاله ايفرز وشغاله فايفو، مش شغاله لايفو، ما عندهمش لايفو. يعني تقول له لايفو يقول لك ايه لايفو دي؟ انت هنهزر؟ ايه لايفو؟ يعني ايه لايفو؟ ده صابونه دي ولا ايه؟ تمام؟ فانت هتقول له انت شغال ايه؟ هيقول لك انا شغال فايفو. فهتقارن الانفنتوري تيرن اوفر بتاع سامسونج بابل. ابل امريكي، وابل عشان هي امريكي قالت لك ايه الحاجه اللي امريكا بتشتغلها ومحدش تاني بيشتغلها كجزء من المنظره؟ اللايفو. يشتغل اللايفو حلو بقى وحش، هنشتغل اللايفو. يبقى انت هتقارن سامسونج فايفو انفنتوري بابل لايفو انفنتوري. الموضوع باظ اصلا. يعني الفايفو شغاله بسكه فيرست ان فيرست اوت، والتانيه شغاله لايفو لاست ان فيرست اوت. يا فرحتي، هتقارن ايه بايه؟ حاجة تانية، دي شغالة مثلا بستريت لاين ميثود ديبريشيشن، ودي شغالة بدبل ديكلايننج بالانس ديبريشيشن. طريقتين ديبريشيشن مختلفة، هتقارن الأصول ببعضيها ازاي يعني؟ طب ما وش البوك فاليو ده هيبقى مختلف عن البوك فاليو ده، وهكذا. فالاكونتنج ديفرنسز بتبوظ الكومباريزن. Analytical procedures present only circumstantial evidence in that a significant difference will lead to additional audit procedures as opposed to direct detection of a misstatement. مهمة جدا 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 مهم. بص الموضوع مهم جدا. الأنالتيكال بروسيدجرز بتديك حاجة اسمها circumstantial evidence. circumstantial evidence معناها ايه؟ circumstantial evidence يعني دليل. انا مش عارف اسمه ايه بالعربي بالظبط، كلمة circumstantial شرطي باين حاجة كده. يعني انا بصراحة ما اعرفش اللفظ العربي المكافئ لكلمه سيركمستانشال، فانت دوروا عليها.
بس معناها ايه؟ الراجل بتاع جوهينا لما قال لي انا كنت متوقع 600 وقلت من 595 ل 605 هكبر دماغي، لقيته عمل كام؟ 720 مليون. يحاول يقنعني يمين شمال، بعنا في عرعر، بعنا في جيزان، بعنا في مش عارف، بعنا في خميس مشيت، الراجل انتشر في السعوديه، وانا مش مقتنع. يعني انا مش مقتنع، يعني انت لسه داخل السعوديه جديد وعندك حاجه اسمها المراعي وعندك حاجه اسمها نادك، ما تقنعنيش ان انت اخدت الماركت شير ده من اول سنه. يعني ما تحورش. يعني هو ممكن ما كنتش كذاب، بس انا مش مقتنع. يعني انا بالارقام مش مقتنع، بالاناليتيكال مش مقتنع. فالكونكلوجن بتاعتي ايه؟ ان انا الاكسبكتيشنز بتاعتي 600 مليون، هو جاب لي 720، وللاسف ما عرفش يقنعني بال 120 زياده دول. طب هعمل ايه؟ هتضطر غصب عنك تخش وتعمل ايه؟ اديشنال اوديت بروسيجرز. يعني اديشنال اوديت بروسيجرز، هتضطر غصب عنك تعمل تيست اوف ديتيلز، وده الجزء الثاني من السبسنتيف تيست. يعني عايز تقول لي ان الاناليتيكال بروسيجرز لما يفشل وتوصل لحل مسدود، يعني توصل لطريق مسدود، توصل لطريق مسدود ومش عارف الراجل ده بيقول صح ولا غلط ولا لا، هتعمل ايه؟ غصب عنك هتروح للتست اوف ديتيلز. هتعمل ايه؟ ما هو الراجل مش ما عرفش يقنعك. تمام؟ الا لو انت بالمعادلات عرفت تقول له ان انت عندك غلطه وخلاص، ممكن ما تخشش في تست اوف ديتيلز. يعني ممكن توصل بمعادلات ان انت تربط الارقام ببعضها وتوضح له ان انت عندك كارثه، وتبقى ميس ستيتمنت وتقنعه وما تخش في تيست اوف ديتيلز. وممكن لا، يعني هو قال لك انا بعت 720 مليون عشان انتشرت في السعوديه، وانت مش بالع الكلام، بس ما تقدرش تقول له انت كذاب. يعني هتقول له انت كذاب، مش هتقدر تقول له، فهتعمل ايه؟ تخش في التيست اوف ديتيلز. يبقى انا كده خلصت اول سكشن من السبستنتيف تيست بتاعي، اللي هو اناليتيكال بروسيجرز، اللي احنا اسمه بالكامل سبستنتيف اناليتيكال بروسيجرز. خلصنا دي، نخش ان شاء الله في الجزء الثاني اللي هو احنا خلصنا اناليتيكال بروسيجرز. احنا يا اما نشتغل اناليتيكال بروسيجرز، يا اما نشتغل بايه، يا اما نشتغل تيست اوف ديتيلز، اللي هو الجزء ده. التيست اوف ديتيلز او التيست اوف ديتيلز اوف ترانزاكشنز اند بالانسز اند ديسكلوجرز، زي ما قلنا هو ان انت تفحص الحساب نفسه، مش باستخدام الاناليتيكال بروسيجرز والكلام اللي احنا اتكلمنا عنه، لا، ان انت تفحص السبورتنج دوكيومنتس اللي ورا الحساب. طيب هنا هيقول لك كلام كده كتير، يا ريت تقراه، ما فيهوش اي حاجه، نفس القصه. التست اوف ديتيلز، احنا قلنا المره اللي فاتت ان انت لما بتيجي تعمل تست اوف ديتيلز انت بتعمل على مستوى الاسيرشن. يعني لما بتشوف انت لما بتنزل جرد، لما بتنزل جرد وتشوف المخزون وتعمل من فلور تو شيت او شيت تو فلور عشان تحقق الاكزيستنس او الكومبليتنس، غير لما تشوف تعمل ريكالكوليشن لحساب البروفيجن، صح؟ ده بيبقى ده عشان تحقق الاسيرشن بتاع ايه؟ بتاع الفالويشن. يبقى التست اوف ديتيلز مش كل تيست يحقق لك كل حاجه. يعني انت وانت بتعمل التست اوف ديتيلز لازم بتفكر، هو التست اللي بعمله ده بيغطي انهي اسيرشن؟ شرحنا الموضوع ده قبل كده، فيا ريت ترجع له عشان ما نعيدش نفس الكلام. طيب نفس الكلام. انا بحاول انجز الكلام اللي بيتكرر كتير عشان ما نقعدش بلوك كتير، باللوك يبقى فيه كفايه. الحته دي مهمه جدا. التست اوف ديتيلز فيه نوعين، التست اوف ديتيلز فيها نوعين. حاجه اسمها دايركت تيست اوف اندنج بالانس، او بيسموها تيست اوف بالانسز، يعني اسمها كده من الاخر، اسم الدايركت بتاعها تيست اوف بالانس، او تيست اوف ديتيلز اوف ترانزاكشنز. يبقى التست اوف السبستنتيف تيست اوف ديتيلز اللي هي العباء الكبرى، سبستنتيف تيست اوف ديتيلز، فيها نوعين. يا اما تعمل تيست اوف بالانسز، يا اما تيست اوف ديتيلز اوف ترانزاكشنز. ايه الفرق؟ باللوجيك كده، يعني هي بالعقل وبالمنطق، وحتى يشوف الكلمه بتقول ايه عشان ما تعرفش تحفظ. تيست اوف بالانسز يعني ايه؟ تيست اوف بالانسز معناها ان انت هتعمل تيست للرصيد. يعني مثلا النقديه، الكاش، الكاش هنتكلم عنها بالتفصيل كمان شويه، بس واتكلمنا عنها من شويه، قلت لك ان الكاش معناها ان انت او اسهل حاجه والحاجه الكومن
اللي احنا بنعملها عشان نفحص حسابات البنوك، حسابات النقديه والبنوك، ان انت بتاخد كونفرميشن البنك. البنك بيبعت لك كونفرميشن بيقول لك والله شركه كذا حاطه عندنا مبالغ كذا كذا في السيفنجز، كذا في التشيكينج اكاونتس، كذا اوفر درافت، كذا لونز، كذا مش عارف ايه، ويرص لك كل الحاجات دي. هو انت بتعمل تيست البالانسز دي او بتعمل تيست الارقام دي يوم كام؟ يوم 31/12. يعني انت لو انت عندك في القوائم الماليه او في ميزانيه لقيت رصيد نقديه لدى البنوك زي مثلا بمليون دولار، ده الكلام ده انت يوم 31/12، ده في التي بي في الترايل بالانس او في الجي ال او في القوائم الماليه، تمام، ده في البوكس يعني، ولقيت الراجل جاب لك كونفرميشن من البنك او البنك بعت لك كونفرميشن قال لك والله ان الشركه دي حاطه عندنا مليون دولار، يبقى البنك بعت لك كونفرميشن مليون دولار وانت عندك في الميزانيه بتاعتك مليون دولار، يا ضرب دخل الشهر وكله زي الفل. السؤال، امبارح كان الرصيد كام؟ ولا سالت. هل انا سالت البنك امبارح كان الرصيد بكام؟ ما سالتش. هل انا اهتميت؟ ما اهتمتش. هل اصلا يفيدني في شغلي ولا له اي لازمه؟ ليه؟ عشان انا عناصر الميزانيه او البالانس شيت ازوف في 31، انا ماليش دعوه بقى امبارح كان عنده 10 مليون والصبح صرف 9 فبقى عنده رصيد بليون، ماليش دعوه كان امبارح ما عندوش ولا مليم، واحد النهارده معدي كده قال له صباح الخير تاخد مليون دولار، راح خد المليون دولار، ماليش فيه. انا عندي مليون دولار في الميزانيه، البنك بعت لي مليون دولار كونفرميشن، شكرا. هل عملت تيست اوف ديتيلز للي حصل بقى امبارح واول امبارح والشهر اللي فات وكل الهرتله دي ولا ليا فيه اصلا؟ يبقى انا عملت تيست اوف ايه؟ تيست اوف بالانس. يبقى انا عملت تيست اوف ايه؟ تيست اوف بالانس. هل ده اناليتيكال؟ لا ده مش اناليتيكال، ده سبستنتيف. ما هو ده اسمه سبستنتيف تيست. بس نوعه من ايه؟ نوعه او الابروتش بتاعه او طريقه التيست بتاعك ان انت بتعمل تيست اوف بالانسز، تعمل تيست اوف بالانسز. ده اول، دي اول طريقه ممكن تشتغل بيها بالسبستنتيف تيست اوف ديتيلز. تاني طريقه اللي اسمها تيست اوف انبوت اند اوتبوت، اللي احنا بنسميها تيست اوف ديتيلز ترانزاكشنز. خلي بالك ان كلمه انبوت، تيست اوف انبوت اند اوتبوت او تيست اوف ديتيلز ترانزاكشنز كلمه مهمه بيجي عليها اسئله كتير. معناها ايه؟ لو انت بتست حساب الريفينيو او حساب السيلز مبيعات، حاولت اناليتيكال وما نفعش، انت حاولت تخش اناليتيكال كده وما نفعش، قلت خلاص هعمل ايه؟ هتست ايه بقى؟ هتست دوكيومنتس. حلو، هتعمل ايه؟ هتجيب تحليله حساب الريفينيو وهتشوف عباره عن كام فاتوره، كام ترانزاكشن، وتاخد سامبلز وتطلب الفواتير والدليفري داكتس او اللي هي بيسموها بالعربي اذن الصرف او اذن الاستلام، اسمها دليفري داكتس، دور انت عليها بقى، تمام؟ يبقى هتشوف الفواتير اللي هي الانفويسز، هتشوف الدليفري داكت، هتشوف الايفيدنس، هتشوف الايفيدنس ان في سيلز ترانزاكشن حصلت، ومش بس فاتوره، لا دي والبضاعه طلعت من المخزن، عشان انت ممكن تكون بعت حاجه ولسه عندك في مخزنك فتبقى انت لسه تحت حيازتك، فممكن السيلز ترانزاكشن حسب معيار الريفينيو ريكوجنيشن ما يتحققش. يعني مش اي حد يجيب لك فاتوره يقول لك كل سنه طيب قال لي فاتوره ده تقول له شكرا، لا لازم تتاكد ان البضاعه اللي انت بعتها طلعت من مخزنك. ان انت ممكن عادي جدا بتحصل تبيع تطلع فاتوره بس لسه الحاجه في مخزنك وانت الريسك اوف لوس عليك، معنى كده لو بضاعه حصل لها حاجه مين اللي يلبس ثمنها؟ انا اللي هلبس ثمنها كشركه. يبقى لسه الريفري ما حصلش، يبقى هو ضربت في البوكس ده موضوع بس معيارا لسه ما حصلش. طيب انا هتست بقى الكلام ده، يبقى هتست الفواتير وهتست الدليفري داكتس. حلو، لو انا قلت له عايز تحليل الحساب بتاعت الريفينيو هيجيبها لي من امتى؟ من يوم 1/1 ليوم 31/12. السؤال، هو انا بتست الحاجات اللي حصلت يوم 31/12؟ لا، ده انا بتست فواتير الحساب، ده انا بتست فواتير المبيعات اللي حصلت في خلال فتره. يبقى هل انا بتست في بالانس؟ هل انا بتاكد من البالانس؟ لا، انا مش بتست بالانس، ده انا بتست ديتيلز اوف ترانزاكشنز، بتست انبوت اند اوتبوت. يبقى خدت بالك الفرق؟ طبعا حسب طبيعه الحساب، يعني طبيعي ان بنود الميزانيه
البالانس شيت هتبقى تيست، هتبقى تيست اوف بالانسز. انت لما بتشوف، انت لما لما بتست ريسيفبلز او بتست كاش، او قلنا الكاش، لما بتست ريسيفبلز نفس القصه، انت بتاخد كونفرميشن على البالانس وبتكبر دماغك بقى اللي فات مات بقى، تمام؟ انت بتشوف الكونفرميشن البالانس كل سنه. ده طيب، ده عناصر ميزانيه، لكن عناصر قابل للدخل ما فيهاش بالانس اصلا، تمام؟ فهتعمل ايه؟ غالبا هتست ديتيلز اوف ترانزاكشنز. ده القاعده العامه. طبعا انت حسب الحاله اللي عندك، ما انت عندك ريسيفبلز، الريسيفبلز انت ممكن تست كونفرميشن، بس ممكن كونفرميشن ما تجيلكش، هتعمل ايه؟ هتضطر تشوف سبسيكوينت كولكشن. سبسيكوينت كولكشن، بس انت كده مش هتست بالانس، انت هتست انبوت اوتبوت، تمام؟ وهتشوف هتغطي بيمنتس معينه، تغطي لك حساب معين، يبقى او حتى هتخش في الفواتير. يعني انت ممكن تست سبسيكوينت كولكشن، او ممكن تست حتى فواتير. يبقى انت انت وانت في ارض الواقع، او انت في الفيلد وورك، بيسموه فيلد وورك، وانت في الفيلد وورك هتست بيزد على اللي انت شايفه صح، اللي هيحقق لك الاوبجكتيف بتاعك. فانت ممكن تيست اوف بالانس، ممكن تيست اوف ديتيلز اوف ترانزاكشنز، وممكن تعمل كومبينيشن بين الاثنين، ممكن تعمل كومبينيشن بين الاثنين حسب الحساب اللي انت بتعمل له تيست. ده كل اللاك اللي انا قاعد بلوكه في في السكشن ده، في ريت بيرون. طيب احنا قلنا ان انت عندك، انت بتست على الاسيرشن ليفل، يعني انت عندك البرزنتيشن والديسكلوجر، عندك الاكزيستنس او الاوكيرنس، عندك الرايت والاوبليجيشنز، عندك الكومبليتنس والكت اوف، عندك وهكذا البيرسيفي. قلنا ان انت وادي الفالويشن الوكيشن اند اكيرسي اللي هم بيرسيفي. فانت عندك بتست حسب الاسيرشن. هو هنا عامل حركه ظريفه جدا، ان هو بيقول لك كل اسيرشن وازاي تعمله تيست. قال لك مثلا البرزنتيشن والديسكلوجر ازاي تعمله تيست، تمام؟ الاكزيستنس والاوكيرنس ازاي تعمله تيست. انا مش هقرا الكلام ده، انت هتقراه، بس انا مش هقراه. هقول لك ليه مش هقراه، ان الكلام ده هيتكرر تاني على مستوى، على مستوى الحسابات. يعني بدل ما اقول لك هتست البرزنتيشن والديسكلوجر هنا، بص يا سيدي عشان ايه، عشان تبقى فاهم انا هعمل ايه. بدل ما اقول لك انت هتست البرزنتيشن والديسكلوجر ازاي لاي حاجه كده في اللالا لاند، تمام؟ يعني لحساب كده خرافي مبهم مش عارفين ايه هو. طب ما تيجي ناخد اكزامبلز اظرف ونقول لك مثلا والله انت لو هتست البرزنتيشن والديسكلوجر للكاش هتعمل كده. يبقى على الاقل انت هتربط الاسيرشن بالحساب بالاوديت بروسيجر. ده اللي انا عايزك تفهمه، تربط الاسيرشن اللي انت هتسته بطبيعه الحساب اللي هو كاش ريسيفبلز انفنتوري وات ايفر، تمام؟ بالاوديت بروسيجرز هتعمل ايه؟ هتشوف كونفرميشن، هتعمل اجري سب ليدجر مع جي ال، هتعمل ايه بمعنى صح؟ فانا عشان كده هكبر دماغي، انا هكبر دماغي، انت ما تكبرش دماغك، تمام؟ يعني انا خلصت خلاص، انت لسه ما خلصتش. يبقى انت حضرتك معلش هتقعد تقرا الكلام ده كله، تمام؟ اللي هو هيتكرر تاني بس عشان خاطر اقراه. يعني انا عارف ان ممكن تبقى القرايه ممله شويه، بس معلش اقراه عشان خاطري، تمام؟ اقرا كل الكلام الظريف ده. كل ده هنا بيقول لك ارقام المعايير اللي بتتكلم على الهرجله اللي احنا هنقولها. انا مش هاممني انك تعرف رقم المعايير، مش فارقه معايا. بص يا سيدي، من اول هنا بقى نخش في الكلام الجد، نخش في الكلام الجد. اذا الفات ما كانش جد، اللي فات كان جد برضه، بس يعني هنا هنخش في المطبخ نفسه بقى، ازاي تتست كل حساب. بص يا سيدي، حضرتك هنا عندك مقسمها لك حسابات: كاش، ريسيفبلز، انفنتوري، ماركتبل سكيورتيز، بي بي اي. كلمه بي بي اي عرفها كده كلنا عارفينها، بس عشان لو حدش مش عارفها، هي البروبرتي بلانت اند اكويبمنت. بروبرتي بلانت واكويبمنت اللي هو المعدات والالات والمعدات والمبنى حاجه كده، تمام؟ البريبايد وتاني والبيبلز واللونج تيرم ديت والاونرز ايكويتي. هنا هيقول لك انت ازاي، ايه الحاجات اللي انت تاخد بالك منها لما تيجي تفحص كل ايه، كل حساب. دي حاجه. بعد كده هيتكلم لك على معايير الدوكيومنتيشن. فاكر من شويه لما قلت لك انا هتكلم كمان شويه ايه معايير الدوكيومنتيشن، ازاي تخلي الدوكيومنتيشن او ايه اللي مطلوب منك عشان يبقى الدوكيومنتيشن بتاعك اكسبتبل ونضيف. ما انت ممكن تكتب لك كلمتين كده في السريع وتقلب، وممكن تكتب قصيده طويله تبقى ممله. طب ايه اللي مطلوب منك؟ هنتكلم على الدوكيومنتيشن، بس هسكيب الموضوع ده
ليه؟ ان هنا هو بيتكلم على الحسابات زي ما قلت لك الكاش مثلا، وبعد كده بعد موضوع الدوكيومنتيشن ده قال لك حاجه اسمها other specific audit event topics، يعني هيتكلم اكتر على الكاش ويقول لك خلي بالك في الكاش ركز على الحاجات دي عشان الحاجات دي ممكن تحصل. فانا هعمل ايه بقى؟ هشرح لك الكاش من هنا، يعني هشرح لك الكاش من هنا وارجع اخده واكمله بالسبيسيفيك اوديت بروسيجرز. يعني هشرح لك الكاش عامه ان جنرال، واقول لك خلي بالك انت في الكاش تخلي بالك من الكيتنج، ايه الكيتنج ده اصلا، وابتدي نشرح بقى. هعمل كده في الكاش، هعمل كده في الريسيفبلز وهكذا. يبقى انا هشرح الجنرال تيست ريكويرمنت من هنا تمام من الحته دي، وبعد كده انزل تحت اخد الحساب بالسبيشال اوديت كونسيدريشنز اللي انت المفروض تاخد بالك منها. طيب خلي بالك من حاجه، مش كل الاسيرشن ينفع لكل الحسابات، مش كل الاسيرشن ينفع لكل الحسابات. يعني في حسابات ممكن ما تنفعلهاش كل الاسيرشنز، وفي حسابات ينفع لها كل الاسيرشنز، في حسابات ممكن ينفع لها الاسيرشن في شركات وشركات تانية لا. افتكر الاكزامبل لما جينا شرحنا الاسيرشنز من كام محاضره، قلنا مثلا شركه بتوبريت في مصر مثلا وكل حساباتها بالجنيه المصري، ما عندهاش دولارات خالص، هي بتتعامل بالجنيه المصري، بتشتري بالجنيه وبتبيع بالجنيه وعندها كل حاجه بالجنيه المصري. هل هيبقى عندنا فالويشن اسيرشن للكاش؟ لا، ان الفالويشن اسيرشن بتاع الكاش هو بيتكلم على الفوركس، على العملات الاجنبيه وازاي تعملها والجين واللوسز والكلام ده. في حين مثلا شركه تانية بتتعامل بالجنيه وبالدولار وباليورو وبالفرانك ومش عارف ايه ده، لو في فرانك لسه اصلا تمام، في فرانك سويسري لسه تمام، وهكذا يعني وات ايفر تمام. المهم انت عندك شركات تانية بتتعامل بالعملات الاجنبيه، هيبقى عندها valuation assertion ليه؟ للكاش. يبقى الاسيرشن مش، خليني افهم يعني، ما تبقاش حافظ مش فاهم تمام، ما تبقاش كده لو انت نازل شركه ما فيش فيها عملات اجنبيه وتقول لهم لا انا عايز افحص الاسيرشن بتاع الفالويشن، يا ابويا ما فيش عملات اجنبيه اجيب لك منين؟ هو مكتوب في المعيار. لا، يبقى انت حسب كل شركه وحسب كل حساب وحسب طبيعه انه حسب طبيعه الشركه اللي انت بتفحصها. طيب نبتدي. ايه الكاش؟ خلينا نوكلها كده لك وسيط ممل شويه، اقول لك تفحص ازاي الكاش. يعني لو احنا قاعدين مع بعض على قهوه كده تمام، على قهوه المراجعين، قلت له عمر انت بتفحص ازاي الكاش، هقول لك ازاي تفحص الكاش لك كده، بعد كده نشوف الكتاب بيقول ايه، وبعد كده نشوف السبيشال اوديت كونسيدريشنز. حسابات الكاش هي عباره عن الكاش والكاش اكوفلنت، صح؟ هي عباره عن الكاش والكاش الموجود في البنوك والكاش الموجود عندك في الشركه بجميع الحاجات المتعلقه. جميل جميل. خلص بس البتاع ده وفوق لكم دلوقتي، استنى. طيب حسابات الكاش، والله لو انا عندي الراجل بعت لي الراجل اللي عطاني فاينانشال ستيتمنتس كده ظريفه، قال لك عندك كاش اون هاند وكاش ات بانكس، وعندك مثلا في السكشن بتاع اللايبيليتي عندك اوفر درافتس اللي هي سحب على المكشوف وبس كده، خلينا نقول ان هم دول بس حساب الكاش. هتفحص ازاي؟ مبدئيا انت عايز تتاكد من الحساب النقديه اللي فين؟ اللي عندك في الشركه، هو مش موجود في بنك، هو موجود في الشركه. فطبيعي انك بتفحص او بتجرد او بتحضر الجرد بتاع النقديه اللي في الشركه. يعني انت كمحاسب لو النقديه اللي موجوده في الشركه نقديه significant وماتيريال، ممكن تفحص النقديه تشوفها قدامك وتحضر الجرد وتشوف محضر الجرد بتاع ايه؟ بتاع عد النقديه اللي هو الكاونت بتاع الكاش. كاش فين؟ كاش اون هاند. ده بالنسبه للكاش اون هاند سهل. الحاجات اللي لها علاقه بالبنوك، حط تحت الكلمه اللي حولها دي مليون خط، لازم كونفيرميشن، لازم كونفيرميشن، لازم كونفيرميشن. غنيها بقى، تحط تحتها خط، يعني لازم كونفيرميشن. يعني لازم البنك يبعت لك اوفيشال كونفيرميشن موجهه للاوديتور اللي هو انا تمام، يقول لك يا عم الاوديتور الشركه دي عطى عندي حسابات كذا وكذا وكذا وكذا. ليه؟ طب هو انت قلت لي لازم كونفيرميشن، هو في حل تاني؟
في ناس بتشوف البنك ستيتمنتس. البنك ستيتمنتس حل مؤقت، بس اوعى تبني الكونكلوجن بتاعك على البنك ستيتمنتس. اسمع مني عن خبرة سابقة يعني، تمام؟ اوعى تبني على البنك ستيتمنت لسبب. البنك ستيتمنت هي بنك ستيتمنت، الراجل ممكن الراجل الشركة ممكن تجيبها لك اونلاين. البنك ستيتمنتس حسب البنك، في بنوك الحسابات الديبوزيتس والويذرولز بتبان في نفس اللحظة، وفي بنوك ممكن تقعد كليرنج بيريود او فلوتنج بيريود يومين ثلاثة. يعني بمعنى اصح، انت نفسك لو انت بتتعامل في بنوك كتير او عندك كذا حساب في كذا شركة او كذا بنك قصدي، ممكن تلاقي نفسك مثلا معاك كريدت كارد، اشتريت مثلا معاك كريدت كارد مثلا من اتش اس بي سي، ومعاك كريدت كارد مثلا من بنك اوف امريكا مثلا يعني، تمام؟ افترضت جيت تشتري حاجه من اتش اس بي، جيت تشتري حاجه اونلاين من اتش اس بي وعن طريق الكارت اللي معاك بتاع اتش اس بي سي، اول ما عملت انتر واشتريت الحاجه دخلت على حسابك بتاع اتش اس بي سي، لقيت ان الترانزاكشن بانت على طول، قال لك يا عم انت اشتريت كذا والحساب اتخفض بقيمه المشتريات اللي انت اشتريتها. في حين انت ممكن تشتري حاجه ثانيه بس بالكارت بتاع بنك اوف امريكا مثلا، بعد ما ايه بعد ما بعد ما تعمل انتر وتشتري تخش في حساب البنك اوف امريكا تلاقي لسه الفلوس ما اتخصمتش، وبالليل ما اتخصمتش، وبعديها بيوم ما اتخصمتش، تتخصم بعديها بيومين. هتفرق معايا؟ اه طبعا تفرق معايا. ما هي الشركه لو فيها مصاريف او فيها فرق ما بين البوكس وما بين البنك ببلايين، اليومين دول يفرقوا، اليومين دول يعملوا فراد، اليومين دول ممكن حد ياخد الفلوس في جيبه، تمام؟ يبقى البنك ستيتمنت ممكن ما توضحلكش الحاجه او الارصده اب تو ديت. الكونفرميشن توضح ليه؟ ان الكونفرميشن البنوك تبقى عارف ان هي طالعه للاوديتور. الكونفرميشن البنوك تبقى عارف ان تبقى عارفه ان عشان البنوك تبقى عارف ان هي طالعه للاوديتور، فبتبقى واخده في حسابها كل الحاجات اللي لسه اوت ستاندنج. حتى لو هيقول لك انا هتاخر عليك، بس على الاقل يبقى عندي رؤيه او عندي كومفورت، او البنك يقول لك انا عندي كومفورت انا اقول لك الكونفرميشن لارصده الشركه دي في الوقت ده. فالكونفرميشن هتخلي البنك غصب عنه يبص 50 مره على الورقه قبل ما يبعتها، ان دي ورقه قانونيه انت ممكن تلبس بيها البنك. لو طلعت غلط الشركه والبنك ممكن يولعوا في بعض، وانت ممكن اصلا الشركه تولع الشركه ترفع قضيه على البنك، تمام؟ طيب فالكونفرميشن هي الاقوى، الكونفرميشن هي المهمه. الكونفرميشن ممكن توقف بيها ميزانيه ما تشتغلش على بنك ستيتمنت. الراجل يقول لك خد بنك ستيتمنت ماشي بيها نفسك، قول له ماشي، بس هوقف لك الميزانيه على الكونفرميشن. عشان ساعات بتيجي تلاقي الكونفرميشن بقى حاجه تانية خالص بقى، وتلاقي حاجات كتير. دي حاجه. تاني حاجه الكونفرميشن بتقول لك حاجه ظريفه جدا. الراجل ده ممكن يكون عنده مثلا في اتش اس بي سي ثلاث حسابات، حساب بالدولار وحساب بالجنيه وحساب مثلا باليورو، تمام؟ ده اللي موجود فين؟ ده اللي موجود في الميزانيه، ده اللي موجود في التي بي في الترايل بالانس، ده اللي موجود في البوكس. تلاقي الكونفرميشن وايه والراجل جايب لك بنك ستيتمنت كل واحده، ما هو كل حساب له بنك ستيتمنت. فين بقى يا مؤمن لما تيجي الكونفرميشن تلاقي كده ان في حساب بالاسترليني محدش عارف عنه اي حاجه؟ يبقى الكونفرميشن هتوريك الحسابات اللي ممكن ما تبقاش في البوكس، فدي تبقى مشكله. يبقى بمعنى صح الكونفرميشن هتبقى كونكلوسيف، وطبعا الكونفرميشن هتوريك الحسابات سواء ديبت او كريدت، سواء البنك او سواء الشركه عندها ديبوزيتس في البنك، او سواء الشركه عليها اوفر درافت، عليها سحب مكشوف، سحب على المكشوف من البنك. الكونفرميشن هتقول لك، حتى الكونفرميشن بتوريك كل العلاقات اللي موجوده بالبنك، هتغطي بيها القروض، هتغطي بيها الانترست ريت، هتغطي بيها الانترست ريت، هتغطي بيها حاجات كتيره جدا. يبقى الكونفرميشن بتغطي لك علاقة الشركة بالبنك من جميع النواحي. من جميع ايه؟ من جميع النواحي. طيب نشوف الكتاب. بالنسبة للبرزنتيشن والديسكلوجرز، قال لك انت ازاي تيست الكاش من ناحية من وجهة نظر البرزنتيشن والديسكلوجرز. قال لك ريفيو ديسكلوجر فور كومبلاينس ويز جاب. يعني انت الجاب بيريكواير ديسكلوجرز معينة للايه؟ لحسابات الكاش، لحسابات الكاش، تمام؟
مش هخش معاك بقى ايه هي الديسكلوجرز، انا مش هشرح محاسبه، بس في ديسكلوجر ريكويرمنتس لحسابات الكاش في الميزانيه. انت بقى كمراجع ازاي تغطي التست بتاع البرزنتيشن والديسكلوجر، انك تشوف الديسكلوجر تحت الشركه وتشوف ايه هو ريكوايرد من معايير المحاسبه، وتشوف هل الشركه غطت الريكوايرمنتس بتاعت معايير المحاسبه ولا لا. غطيتها يبقى انت كده غطيت البرزنتيشن والديسكلوجرز، ما غطيتهاش يبقى كده الاسيشن ده اتضرب، وساعتها لازم تطلعها مشكله الشركه عشان لازم تغطي الريكوايرمنتس حسب الجاب او الايفرز او المعايير المصريه للمحاسبه او الصقبه في السعوديه حسب البلد اللي انت بتوبريت فيها. تاني حاجه انكواير اباوت كومبنسيتنج بالانسز ريكوايرمنتس اند ريستريكشنز، مهمه جدا. ان الكومبنسيتنج بالانس معناها لما انا مثلا اكون واخد كارد من البنك مثلا، انا واخد كارد من البنك، البنك ممكن يقول لي انا هديك كارد مثلا بمليون او ب 10 مثلا، هديك كارد ب 10 مليون بس تسيب لي في الحساب مينيمم نص مليون. يعني انا هديك 10 مليون كارد بس لازم حسابك ما يقلش عن نص مليون باي حال من الاحوال. ده اسمه كومبنسيتنج بالانس، ده لازم يتعمل بيه ديسكلوجر. يعني انت كنا لسه من شويه بنقول ايه هي ريكوير، ايه هي الديسكلوجر ريكويرمنتس، قلت لك مش هخش فيها بالتفصيل، بس مثلا الكومبنسيتنج بالانسز دي من الحاجات دي من الحاجات اللي لازم تعمل ديسكلوجر. يبقى انت لازم بتشوف. طب وحاجه ثانيه، انت الكومبنسيتنج بالانس تشوفه منين؟ يعني فين في ام الميزانيه هتشوف كومبنسيتنج بالانس؟ وهو هتلاقيه مضروب في الخلاط مع كل الارصده، هتشوفه في الكونفرميشن، ان الكونفرميشن بتاعت البنك هتقول لك ان المفروض يكون في كومبنسيتنج بالانس بكذا. ولو مش موجود بتشوفه فين؟ في اللون اجريمنت. لو انت عندك عقد اتفاق لقرض بيبقى، واللون اجريمنت من الحاجات الاساسيه اللي انت لازم تشوفها، هنشرحها لما نيجي نشرح اللونز ان شاء الله. بس عشان اللونز ليها علاقه بالبنوك والبنوك ليها علاقه بحسابات النقديه، فاللي بيفحص البنوك غالبا بيفحص معها اللونز، بيفحص كل علاقات البنك. فاللونز بالكومبنسيتنج بالانسز لو ما لقيتهاش في الكونفرميشن، اتاكد ان ما فيش كومبنسيتنج بالانس موجود فين؟ في اللون اجريمنت، في عقد عقد الاقتراض. طيب ده عشان تحقق البرزنتيشن او الديسكلوجر. طيب عشان تحقق الاكزيستنس او الاوكيرنس، طبعا احنا هنا بنتكلم في كاش، يبقى الكاش هنا هيبقى اكزيستنس ولا اوكيرنس؟ لا، الكاش هنا هيبقى اكزيستنس، اوكيرنس ده للانكم ستيتمنت ايتمز، هو هنا بيحطهم مع بعض عشان يختصر يعني. طيب ازاي تحقق الكاش؟ اول حاجه ازاي تحقق الاكزيستنس بتاع الكاش؟ الكونفرميشن، قلنا الكونفرميشن مهمه. تاني حاجه كاونت كاش اون هاند، لو عندك نقديه موجوده في الشركه بتعدها، بتشوف محضر الجرد. تالت حاجه بتعمل حاجه اسمها بريبير بانك ترانسفير سكيدول. البانك ترانسفير سكيدول هنشرحها كمان شويه لما نخش في السبيسيفيك اوديت ريكويرمنتس بتاعت الكاش. بسرعه كده انت بتعمل لو انت عندك ترانسفيرز، بص اسوأ حاجه بتضرب لك الدنيا كلها هي تحويلات البنكيه يوم 31/12 او 30/12، دي بتبقى حاجه مقرفه. ليه؟ لسبب برضو موضوع الكليرنج بتاع الاماونت. تلاقي انت لو انت عندك نفس الاكزامبل، عندك حساب في اتش اس بي سي وعندك حساب في مثلا في بنك اوف امريكا، تمام؟ ممكن تخش اونلاين تحول من اتش اس بي سي لبنك اوف امريكا، فممكن عندك كذا حاله، ممكن تلاقي ان الحساب نقص من اتش اس بي سي وزاد في نفس اللحظه في بنك اوف امريكا، في نفس اللحظه. ممكن تلاقيه نقص في اتش اس بي سي ولسه ما زادش في بنك اوف امريكا، راح فين؟ لسه جاي في السكه. هياخد قد ايه؟ هياخد يومين ثلاثه عقبال ما يحصل له كليرنج، ممكن، وهكذا. يبقى ساعتها عندك مشكله ان الحسابات هتفرق، انت عندك في رصيد نقديه اتخصم من بنك وما زادش في بنك ثاني، فانت هتضطر تعمل حاجه اسمها بريبير بانك ترانسفير سكيدول، جدول كده للتحويلات البنكيه. واسوأ حاجه التحويلات البنكيه كمان اللي بين ايه؟ بنوك، ما بين الحسابات اللي في نفس الشركه، ما بين بنوك مختلفه. ده عشان تحقق الاكزيستنس. طيب رايتس والاوبليجيشنز، رايتس والاوبليجيشنز هو قال لك هنا ريفيو بانك ستيتمنتس. والله بص يعني هي كلمه رايتس والاوبليجيشنز عشان تعرف هل الفلوس اللي موجوده دي بتاعت الشركه ولا لا. بمعنى هو قال لك ريفيو بانك ستيتمنتس، بس انا بصراحه مش مقتنع يعني. يعني هو انت ممكن تشوف بانك ستيتمنتس وممكن تشوف الكونفرميشن، ما الكونفرميشن تغطي لك. بمعنى لو انت لقيت ان في حساب، لو انت لقيت ان في حساب دولار موجود في الدفاتر عندك مثلا في 200000 دولار، في 200000 دولار، جيت تشوف الكونفرميشن لقيت ان
لقيت ان حساب الدولار اللي موجود في الدفاتر ب 200,000 دولار ملوش اي مكان في الكونفرميشن، مش موجود. ايه يا عم، ازاي انت عندك 200,000 دولار في البوكس في الدفاتر وما عندكش في البنك؟ والبنك بعت لك كونفرميشن وقال لك ان ما عنديش حسابات دولارات. تكتشف ان ده حساب الدولارات الخاص بصاحب الشركه. وخلي بالك، صاحب الشركه حاجه والشركه حاجه، احنا عندنا حاجه اسمها سيبريت ليجل انتيتي. فهي كرايتس واوبليجيشنز، الفلوس دي مش من حق الشركه، الفلوس دي بتاعت صاحب الشركه، مدير الشركه، جوز اخت الشركه، وات ايفر، بس مش بتاعت الشركه. يبقى انت لما تشوف البنك كونفرميشن، او هنا كاتب لك البنك ستيتمنت وات ايفر، انا مش مقتنع بس هو كاتبها، لما تشوف البنك كونفرميشن وتشوف الاسم بتاع الشركه موجود ومطابق لاسم الشركه والحاجات دي كلها، يبقى انت كده بتغطي ايه؟ الرايتس والاوبليجيشنز. رايتس عشان حقوقي، اوبليجيشنز لو عليا قروض. ان انت مثلا حاجه ثانيه، تلاقي مثلا ان في كارد في اللايبيلتيز مثلا عليك مثلا مليون دولار في الشركه، تيجي تشوف الكونفرميشن بتاعت البنك يقول لك الشركه دي ما عليهاش قروض. هنهزر؟ اذا كانت في اللايبيلتيز مليون دولار لون، بتاع مين اللون ده؟ تكتشف بقى ان الكارد ده صاحب الشركه واخده لنفسه بيرسونال وملزقه لايه؟ ملزقه للشركه. يبقى الاوبليجيشنز هنا مش بتاعت الشركه، الاوبليجيشنز بتاعت مين؟ بتاعت صاحب الشركه. يبقى انت تست يبقى انت تعمل تست للرايتس والاوبليجيشنز ازاي؟ انك تشوف البنك كونفرميشنز وتتاكد ان الاسماء او اسم الشركه هو اللي موجود وكل حاجه ماتشنج. طيب ده بالنسبه للرايتس والاوبليجيشنز. بالنسبه للكومبليتنس او الباك اوف، بالنسبه للكومبليتنس والباك اوف، الكومبليتنس والباك اوف لو انت بتتكلم ان انت في حاجه موجوده بس مش متسجله بالكامل، يبقى الاكتمال او الكومبليتنس. شوفها ازاي؟ بتشوف ريفيو كات اوفز، ريفيو كات اوفز، الريسيتس والديسبيرسمنتس، بتشوف الكاش ان والكاش اوت اللي في اخر اليوم 31/12. يعني بتشوف مثلا اخر مثلا 10 ديبوزيتس في 31/12 واول 10 ديبوزيتس في يوم 1/1، عشان تتاكد ان كل حاجه محطوطه في التاريخ المناسب. ما هو ممكن يكون في ديبوزيت محطوط يوم 1/1 وهو يلبسه لك في 1/31/12، ليه؟ عشان يعلي حساب الكاش، او ممكن العكس. فانت بتشوف الريسيتس والديسبيرسمنتس بتاعت يوم 1/31/12 اخر مثلا 10 في 1/31/12 واول 10 في 1/1 مثلا، يعني عشان تتاكد منين؟ تتاكد من الحسابات. بيرفورم اد كاب بروسيدجرز، ولا اد كاب بروسيدجرز هو كاتبها هنا بس انا يعني ما بقتنعش بيها قوي في الحته دي، في الكاش بالذات الكات اوفز، تمام؟ ف يعني عديها. ريفيو بانك ريكونسيليشن مهمه جدا. البانك ريكونسيليشن تسويه، مذكره تسويه البنك، هي بتعمل لك تسويه بين الكاش بير بوكس مع الكاش بير بانك، او البالانس بير بانك مع البالانس بير بوك، وفي كده شويه ريكونسايلنج ايتمز عشان لو في فرق. فهو لو جاب لك بالانس بير بانك وبالانس بير بوك مفرقين بس حاطط لك ريكونسايلنج ايتمز، ممكن الريكونسايلنج ايتمز دي تبقى مضروبه. ممكن الريكونسايلنج ايتمز دي تبقى ايه؟ تبقى مضروبه. ازاي مضروبه؟ حاطط فيها حاجات ملهاش علاقه بالسنه. يبقى ساعتها البنك، يبقى ساعتها حساب الكاش مضروب. ليه؟ ان هو مخبي حاجات في البنك ريكونسيليشن. انا ما اتكلمتش عن البنك ريكونسيليشن من شويه بس خلينا نتكلم عنها دلوقتي. انت لما يجيلك كونفرميشن من البنك، لما يجيلك كونفرميشن من البنك، في الاغلب الرقم اللي بيجيلك من البنك بيبقى مختلف عن الرقم اللي جايلك اللي موجود في البوكس. يعني انت لما يجيلك رقم مثلا حساب مثلا دولار، بيجيلك حساب الدولار في الكونفرميشن مليون دولار، تيجي تشوفه في البوكس في الدفاتر تلاقيه مليون و200. ليه؟ عشان في حاجات ممكن تحصل في البنك الشركه ما سمعتش عنها، زي مثلا مصروفات بنكيه، مش عارف ايه، حاجات دخلت في البنك والشركه ما تعرفهاش وهكذا. وفي حاجات ممكن تحصل في الدفاتر البنك لسه ما يعرفهاش، زي الديبوزيت ان ترانزيت، يعني اللي هي الديبوزيت ان ترانزيت اللي هي الودائع في الطريق، او اوتستاندينج شيكس اللي هي الشيكات التي لم تصرف. انت اعطيت شيك لحد، فالشيك معناها انك بتخفض النقديه على طول، والراجل لسه ما راحش خده من البنك، هو حر، الراجل قاعد في بيته مأنتخ. انت عطيت الراجل شيك ب 200,000، تمام؟ وهو لسه ما راحش صرفه، هتعمل له ايه؟ خلاص، انت رصيدك قل من الدفاتر بس رصيدك في البنك لسه ما قلش. عشان كده بتعمل حاجه اسمها ايه؟ بانك ريكونسيليشن، مذكره تسويه البنك.
مذكرات تسويه البنك، الحاجات المهمه جدا اللي انت بتفحصها وانت بتعمل تيست للايه، بتعمل تيست للكاش عشان تشوف الكومبليتنس والكات اوف، وبتشوف رصيد الدفتر مع ايه، يعني هي بتبقى زي اكسل شيت كده، بتبقى اكسلايه تمام. الاكسلايه دي فيها كاش بالانس بالبنك، بالانس بالبوك، وشويه كده كونسلتنج ايتمز، وبعد كده بالانس بالبنك. انت بتفحصها ازاي؟ اول حاجه بتشوف البالانس بالبوك مع تي بي او مع جي ال، يعني بتشوف البالانس بالبوك ده بتشوفه مع الدفتر، وتشوف البالانس بالبنك مع البنك كونفرميشن عشان تتاكد ان اول رقم واخر رقم مظبوطين، مش حاطط لك كده ارقام من عالم سمسم. طب وشويه الحبشتكلات اللي موجوده في النص اللي احنا بنسميها الريكونسايلنج ايتمز، الريكونسايلنج ايتمز دي مهمه جدا انك تفحصها وتتاكد هل هي صحيحه ولا مش صحيحه. يعني قال لك مثلا ان في اوتستاندنج شيك مثلا يعني ب 200,000، هتعمل ايه؟ هتفحصه، هتقول له هات لي شفت الشيك. طب انت ممكن تفحصه بطريقه تانية اسهل، ان مثلا قال لك والله خلي بالك الاوتستاندنج شيك ده هو ما اتصرفش يوم 1/3/12، بس الراجل يوم 8/1 راح صرفه، فهو ممكن المحاسب يثبت لك ان انا عندي outstanding check يوم 1/3/12 بالsubsequent payments. ازاي؟ يعني الشيك outstanding check مكتوب عليه يصرف الى حمادة يوم 29 ديسمبر، يبقى انا يوم 29 ديسمبر خفضت حساب الكاش بتاعي ب 200,000 يوم 29 ديسمبر، وعطيت الشيك لمين؟ لحمادة. حماده راح البيت وقعد مأنتخ وحضر النيو يير ايف وشاف الفاير ووركس وقال لك يا عم فاكس مش هنزل البنك. هنزل البنك امتى؟ بعد الاجازه بقى يوم 8/1. انا يوم 1/3/12 قفلت ميزانيتي. الفلوس ما اتسحبتش من البنك. اتسحبت امتى؟ يوم 8/1. انت انا بقى كمراجع لما رحت رجعت على الشركه، رحت رجعت بقى في شهر فبراير، رحت رجعت في شهر مارس وتفر. فالراجل بيقول لي ايه؟ بص يا عمرو، يوم 1/3/12 ال 200,000 ما تسحبوش. انا مطلع شيك اهو، والشيك تاريخه 29/12، يبقى انا من حقي اخفض بيه الدفتر. امين؟ امين. حلو. يبقى انا حكايه اتفقنا ان الدفتر بيتخفض. ظريف. طب انا مين ايش عرفني ان هو ما اتخفضش بالبنك؟ قال لي ما هو واحده واحده. ادي رقم الشيك اهو، رقم الشيك 119/281. ادي اهو. هجيب لك بنك ستيتمنت بتاع شهر يناير، الشهر اللي بعديه. ادي الشيك 119/281 تم سحبه يوم 8/1. يبقى ده دليل ان هو ما اتسحبش يوم 1/3/12. يبقى ده دليل ان هو من حقي احطه فين؟ في البنك ريكونسيليشن. يبقى انت البنك ريكونسيليشن بتفحصها ازاي؟ بتفحص الدوكيومنتس وتشوف السبسيكوينت كولكشن او السبسيكوينت بايمنت. يعني لو انت عندك ديبوزيتس ان ترانزيت بتشوف هل بعد كده في شهر يناير تم ايداعها ولا لا. لو انت عندك outstanding checks بتشوف بعد كده هل تم سحبها ولا مش تم سحبها عشان تتاكد من البنك ريكونسيليشن يوم 1/30/12. طيب النقطه اللي بعديها obtain bank cut off statement to verify reconciling items on the bank reconciliation. زي ما قلت لك انت بتجيب البنك ستيتمنتس في الفتره اللي بعديها بتاعت يناير او فبراير عشان تتاكد ان الريكونسايلنج اي بص اهو الريكونسايلنج ايتمز اللي انا لسه بتكلم عليها فعلا موجوده وصحيحه وزي الفل ومش مطلوبه. طيب كده خلصت الكاش، لا لسه فاضل الفالويشن. فالويشن الوكيشن اند اكوريسي. اول حاجه فود سامري سكيدولز. كلمه فود سامري سكيدولز دي هتشوفها في حاجات كتيره جدا. سامري فود سامري سكيدولز دي معناها ان انت بتتاكد ان التجميع، يعني انت قال لك مثلا انت عندك حساب النقديه في حساب النقديه لدى الشركه وفي البنوك مثلا رقم توتال كده 5 مليون عباره عن ايه؟ عن 1.5 مليون في الشركه و3 مليون في البنك، يبقى كده كام؟ 4.5 مليون، وعباره عن كمان مليون اوفرسيز. هنهزر؟ طب ما 1.5 مليون و3 مليون 4.5 مليون ومليون يبقى 5.5. ازاي انت حاطط لي 5 مليون؟ التجميع غلط. ان انت بقى تشوف البريك داون، انك تشوف التقسيمه وتجمع وتشوف التوتال، انت كده بتعمل ايه؟ بتعمل فوتنج للسامري سكيدولز. تاني حاجه ريكونسايل سامري سكيدولز جي ال، انك تشوف البريك داون
مع جي ال اللي هو ممكن يبقى السب ليدجر او غير السب ليدجر، تشوف الاستاذ المساعد مع الاستاذ العام، او تشوف السب ليدجر مع جي ال، ده حاجه اساسيه. ان انت ممكن يقول لك الرقم في جي ال 5 مليون، تشوف البريك داون تلاقيه مثلا 7 مليون، تلاقيه 3 مليون، تلاقيه في عالم تاني خالص. تمام. طيب النقطه اللي بعديها تيست ترانزليشن اوف اني فورين كرنسيز، ودي عشان تحقق ايفالويشن. فاكر ايفالويشن؟ قلت لك ايفالويشن عشان الفوركس، عشان الفورين اكسشينج جينز اور لوسز، يبقى تشوف تيست ترانزليشن اوف اني فورين كرنسيز. يبقى انا خلصت الكاش. تعال نشوف بقى حته الكاش اللي كنا بنتكلم عليها، الحاجات اللي هي السبيشال او سبيسيفيك اوديت evidence topic او special considerations الكاش. بيقول لك وانت تفحص الكاش خلي بالك من حاجه اسمها الكيتنج. وانت بتفحص الكاش خلي بالك من حاجه اسمها الكيتنج. يعني ايه الكيتنج؟ الكيتنج هو نوع من انواع الفرونت، نوع من انواع الفرونت purely كده that overstates cash by causing it to simultaneously يعني في نفس الوقت included into two or more bank accounts. يعني انت هو النوع من الفرونت، الراجل استاذ ابراهيم عايز يجوز بنته فعايز فلوس، فسرق فلوس من عهده او سرق فلوس من البنك، فعايز يغطي نفسه، فعمل ايه؟ قال لك انا هعمل كيتنج. هعمل كيتنج يعني ايه هعمل كيتنج؟ يعني انا خدت من عهده كام؟ خدت 100,000. انا خدت 100,000 من البنك، مش بتوعي، بتوع الشركه، بس انا هعملها كده بطريقه بحيث ان هي يوم 31/12 تبان هنا وتبان هنا. ازاي تبان هنا وتبان هنا؟ عشان قلت لك ان في انواع بنوك، انت لما بتعمل ترانسفير او لما بتعمل اي حركات ما بين البنوك حسب نوع البنك. يعني انا في الواقع العملي بتبقى حسب نوع البنك. في بنوك بتبقى اون سبوت او بنسميها ريل تايم بروسيسنج، اللي هو تدوس على الزرار تلاقي الكاش نقص هنا وزاد هنا. دي بقى ما فيهاش كيتنج. يعني ده لو بنك فيه النظام ده مستحيل يبقى فيه كيتنج. وفي بنوك لحد دلوقتي وفي 2016 وفي دول كبيره زي امريكا وزي استراليا تدوس على الزرار ولسه يقول لك انا شغال بنظام الباتش بروسيسنج، او حتى يقول لك انا لسه شغال بنظام الكليننج هاوس، لما لسه بقى تخش في المقصه والمقصه تكسب بالزمالك ومش عارف يحصل ايه، لما ربنا يسهل بقى ان شاء الله يبقى هشوف الفلوس جات لي ولا ما جاتليش ونعلي الحساب. تمام. يبقى انت عندك الكيتنج حسب نوع البنك، بس للاسف في انواع لحد دلوقتي ممكن تخلي نفس الاماونت، نفس ال 100,000 يبانوا هنا ويبانوا هنا، يبقى باينين كام مرتين. وطبعا الراجل خد الفلوس حطها في جيبه وباينه هنا وباينه هنا ومحدش واخد باله. يبقى كيتنج هقراها تاني: is a form of fraud that overstates cash by causing it to be spontaneously included in two or more accounts. Kitting is possible because a check takes several days to clear on the bank on which it's drawn. اللي احنا بنسميها float period. يعني انت ممكن تطلع شيك او تطلع حاجة وتقعد كذا يوم عشان تبان في الحساب. بنسميها float period. في الواقع العملي لسه موجودة بس مش كتير زي ما قلت لك. Following an example of how kitting can be used blah blah blah. خلينا اقول لك الاكزامبل. يعني مثلا قال لك يوم 15 ديسمبر، خلي بالك احنا الكتاب امريكي، فالشهر الاول بعد كده الشهر الاول بعد كده ايه بعد كده اليوم. فيوم 15 ديسمبر البوك كيبر رايتس هيم سيلف تشيك ب 10,000 دولار على بنك اسمه فالي اكاونت، يعني بنك بتاع فالي اكاونت. تمام. وخده وحطه في جيبه وما ضربش جورنال، يعني ما ضربش كويت. يعني هو الكاشير خد 10,000 دولار تمام تحطهم في جيبه وما عملش بيهم كده. تمام. طبعا برضه انا بتكلم في الواقع العملي، الشركات الصغيره ممكن تلاقي فيها الكلام ده، ان الشركات الصغيره ممكن تلاقي ان المحاسب له صلاحيه انه يسحب فلوس، مش لازم بقى رئيس مجلس اداره مش عارف ايه. الشركات الكبيره لا، الشركات الكبيره في الاغلب بيبقى فيها اوثوريتي معينه، البنك اصلا مش هيسمح ان محاسب او بوك كيبر يسحب بديه، تبقى صعبه جدا دي. تمام. يعني في الواقع العملي الموضوع الكيتنج ده بيتغطى بمليون كنترول. تمام. يعني بصراحه في كنترولز بسيطه جدا تخلي موضوع الكيتنج ده ينتهي. تمام. بس مش طبعا مش كل الشركات بتعمل الكنترولز دي. طيب ده يوم 15 12 الراجل حط 10,000 جيبه وما حطش ايه وما عملش كوت.
بعد كده يوم 16/12 بوك كيبر لوزز ذا ماني جامبلينج ان مش عارف ايه الراجل اللي خد ال 10000 دولار وحس ان هي فلوس حرام والحرام ما بيدومش راح عمل بيهم قمار وخسرهم. تمام ده يوم 16/12. يوم بقى 31/12 الراجل طبعا عارف ان المراجعين هيجوا راح غطى العجز ازاي رايتنج عمل ايه بقى رايتنج 10000 دولار ان ريكوردد تشيك اون فيرست سيتي اكاونت اند ديبوزيتنج ان ذا فالي اكاونت. تمام يعني عمل ايه راح لبنك تاني اسمه فيرست سيتي تمام وعمل وسحب منه شيك تمام بحيث ان الشيك ده يتعمل ديبوزيت فيه في فالي اكاونت عشان يغطي العجز اللي فين اللي في فالي اللي هو خد الفلوس ولعب بيها قمار. او قال لك this will cover the shortage because Valley will create the amount for 10000 دولار. طبعا Valley لما تجيله الشيك هيزوده ب 10000 دولار. And the check will not clear at the first account until January. والشيك مش هيبان في Valley غير مثلا يوم واحد او يوم اثنين او يوم ثلاثة. يبقى هو هياخد يبقى هو يوم 31/12 Valley Bank بنك اسمه Valley هيزود الرصيد ب 10000 دولار وبنك اسمه First City مش هينقص الحساب يعني هيبقى زي ما هو. فمعنى كده ان 10000 دخلوا في فالي وما نقصوش لسه من فيرست بانك يبقى ال 10000 دول اتعملوا موجودين فين دلوقتي موجودين مرتين مره في فالي ومره في فيرست. طبعا ساعتها هتيجي طبعا الميزانيه فيها ال 10000 موجوده في الاثنين ومحدش هيكشفها بس انا بقول لك في الواقع العملي مع البنوك الموجوده حاليا دلوقتي وكل حاجه بقت اوتوماتيك هنا بيتكلم على شيكات وشيك ومش شيك الموضوع دلوقتي بقى اسهل بكتير والكليرنج بقى ساعات في بنوك كتيره جدا بقى اون سبوت كمان يعني بقى كتير جدا ان انت بقى في نفس اللحظه كل حاجه بتبان. فالكيتنج وموضوع ان انت تاخد شيك من هنا لهنا والكلام ده في الواقع العملي بقى قليل قوي 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 اهو. قال لك كيتنج مي بي ديتكتد باي بريبيرنج ا بانك ترانسفير سكيدول. يعني انت ممكن تعمل اللي انا كنت بتكلم عنها فوق قلت لك هشرح لك البنك ترانسفير سكيدول by preparing a four column bank reconciliation for the valley account or by obtaining a cut off statement of the first city account. ان انت تعمل ايه بقى انت تعمل بنك ترانسفير سكيدول ان انت عارف ان في فلوس تحولت لفالي تمام وتعمل بنك ريكونسيليشن والبنك ريكونسيليشن دي هتستخدم فيها فالي اكاونت والكات اوف ستيتمنت بتاعت فيرست سيتي اكاونت عشان تشوف لو في اي تحويلات حصلت يوم 31/12 وتشوف التحويلات دي راحت فين وجت منين. ادي البنك ترانسفير سكيدول والبنك ترانسفير سكيدول اهو شوز ذا ديتس اوف اول ترانسفيرز. البنك ده جدول كده بتعمله بتبين فيه كل التواريخ بتاعت التحويلات among clients various bank accounts وتبقى طبعا مش لكل التحويلات لاي حد بره مش للعملاء والموردين ومش لا انا بتكلم على التحويلات للحسابات الداخليه اللي موجوده لنفس العميل يعني نفس الشركه تمام. Known that its primary purpose is to help auditors detect cheating. يبقى البنك ترانسفير سكيدول اللي انت بتعمله هدفه الاساسي ان انت تعمل ديتكت ايه الكيتنج ودي بتيجي عليها اسئله كتير. يبقى انت بتعمل بنك ترانسفير سكيدول عشان تعمل ديتكشن لايه الكيتنج. The schedule is prepared by using bank statements for the prior periods and after the year end. الاثنين. And by using firm's cash receipt and disbursement journals. وده example ليها. Bank reconciliations. البنك reconciliations شرحتها من شوية. قلت ان البنك reconciliation انا لسه شرحها من شوية. بيبقى في بالانس بالبوك وبالانس بالبنك بتشوف البالانس بالبوك مع جي ال بتشوف البالانس بالبنك مع البنك كونفرميشن وبتعمل تيست لايه وبتعمل تيست للريكونسايلنج ايتمز مش هشرحها تاني عشان شرحتها مش عايز اقعد لوك كتير. البنك ريكونسيليشن زي ما شرحناها قلنا بنستخدمها في ايه البنك كات اوف ستيتمنت معناها ان انت حضرتك بتاخد البنك ستيتمنت وقلنا من شويه نفس الكونسبت بتاخد البنك ستيتمنت للفتره ما بعد 31/12 عشان تشوف الريكونسايلنج ايتمز النقطه اللي انا شرحتها من شويه تمام وعشان تشوف لو في اي حاجه موجوده في البنك ستيتمنت ليها علاقه بما قبل 31/12 تاخدها في اعتبارك. دي البنك اوف ستيتمنت والستاند كونفرميشن شرحنا ايه هي الكونفرميشن وبنعملها ايه وبنشوف منها ايه. الحاجة بس اللي عايز أأكد عليها إن الكونفرميشن في التستنج بتغطي أنهي assertion بتغطي الإكزيستنس assertion.
طيب انا خلصت الكاش. هو بعد كده قال لك ايه هي التيبيكال سبستنتيف اودر بروسيدجرز للكاش اللي انا قلت عليه نفس، بس قالها بقى قالها بالترتيب. يعني انت بتشوف الديسكلوجرز، بتعمل انكوايري مانجمنت لو في اي كومبنسيتنج بالانس او اي ريستريكشن على الكاش، بتابع الكونفرميشن، بتعمل كاونت للكاش ات يير اند، بتعمل بنك ترانسفير سكيدجول. يعني الجزء ده او الجزء اللي هو سيكشن نمبر بي ده عمل نفس الكلام اللي انا قلته او شرحته، كتبه في خطوات. مهم جدا انك تقرا الكلام ده وتقراه بالخطوات عشان تعمل كونفيرم للاندرستاندنج بتاعك على الكلام اللي انا شرحته. تمام، ريفيو كات اوف اوف كاش ريسيتس، ريفيو بنك ستيتمنت، ممكن تعمل بروسيدجرز بنك الير اند بنك ريكونسيليشنز، كل الحاجات دي، تيست ترانزليشن للفورين كرنسيز، ريكونسايل سامري سكيدول تو كاش ليدجر. يعني كل الخطوات دي انا شرحتها قبل كده، فانت يا ريت ايه تمشي فيها واحده واحده. طيب انا خلصت الكاش. الجزء اللي بعديها نخش في الجزء اللي بعديها اللي هو الريسيفبلز. يعني هنشرح الحاجات الجنرال وبعد كده نشوف الحاجات السبيسيفيك للريسيفبلز. الريسيفبلز عشان تغطي البرزنتيشن والديسكلوجرز، بتشوف الديسكلوجرز والكومبلاينس مع الجاب. زي ايه مثلا؟ برضو مش هخش في قصه كل حاجات الديسكلوجرز الريكوايرد للريسيفبلز، بس مثلا لو في ريسيفبلز بلجد، عارف انت الريسيفبلز بلجد او ريسيفبلز معمول لها فاكتورنج او ريسيفبلز، حاجات كده شرحناها في الفار، مش صعب اشرحها دلوقتي، مش مجالها خالص. تمام، بس في حاجات خاصه بالريسيفبلز بتحتاج ان يتعمل لها ديسكلوجرز حسب معايير المحاسبه. فانت بتشوف الديسكلوجرز دي هل هي كومبلاينس مع الجاب ولا لا. انكوير اباوت بلجنج او ديسكاونتنج اللي كنت بقول لك عليه، لو في اي ريسيفبلز بلج او لو في اي ريسيفبلز معمول له ديسكاونت. لو في ريسيفبلز لونج تيرم ريسيفبلز بتعمله ديسكاونت عشان تجيب النت بريزنت فاليو بتاعه. فانت لو عملت له ديسكاونتنج لازم بتعمل ديسكلوجرز على الديسكاونت ريت والحاجات دي كلها والانترست ريت المستخدمه، قصص كده طويله. ريفيو لون اجريمنتس فور بلجنج وفاكتورنج شرحتها من شويه، ده بالنسبه للبرزنتيشن ديسكلوجر. بالنسبه للاكزيستنس، اول حاجه قلناها في الريسيفبلز هي الكونفرميشن. اهم حاجه هي ايه؟ الكونفرميشن. لو ما لقيتش كونفرميشنز بتشوف انسبكت نوتس، بتشوف الريسيفبلز نفسها لو ليها نوتس، لو نوتس ريسيفبلز ليها نوتس، لو اكونت ريسيفبلز ملهاش نوتس، فهتضطر تشوف الترانزاكشنز او السبسيكونت كولكشن، بنسميه سبسيكونت كولكشن وهنشرحها كمان شويه. تعمل فاوتش عشان تشوف الاكزيستنس، يعني تشوف الشيبنج دوكيمنت، تشوف الانفويسز، تشوف لو في اي كريدت ميمو وهكذا. ده عشان تشوف ايه الاكزيستنس. الرايتس اوبليجيشنز، انكواير اباوت فاكتورنج اوف ريسيفبلز. زي ما قلنا الفاكتورنج بتاع الريسيفبلز لما شرحناها في الفار، في حالات بتبقى الريسيفبلز تحت اسمك حتى لو عملتها فاكتورنج، وفي حالات لا، اللي هي حاجه اسمها فاكتورنج ويز ريكورس وفاكتورنج ويزاوت ريكورس. قصه كده في الفار مش موضوعنا. المهم انت بتسال الحاجات دي عشان تشوف الرايتس والاوبليجيشنز اسيرشن. بالنسبه للكومبليتنس والكات اوف، بتشوف ريفيو كات اوف للسيلز والكاش ريسيتس والسيلز ريتيرن عشان تشوف هل في ريسيفبلز، ما الريسيفبلز لها علاقه بالسيلز. السيلز لو معموله يوم بعد يوم مثلا 1/1 او 2/1 واتضربت جوه السنه القديمه 1/12، معناها ان السيلز اتضربت والريسيفبلز اتضربت. فانت لازم تشوف الكات اوف بالنسبه للحاجات دي وتعمل اناتكا بروسيدجرز لو في امكانيه انك تعمل اناتكا بروسيدجرز. طيب بالنسبه للفالويشن، الفالويشن نفس القصه، بتشوف السبسيدي ليدجر، فود سبسيدي ليدجر، بتشوف التوتال بتاع السبسيدي ليدجر، ريكونسايل سبسيدي ليدجر مع جنرال ليدجر، مهمه جدا جدا جدا. دي اول خطوه بتعملها اصلا، ان انت بتشوف هل الجي ال ماتشنج مع السب ليدجر ولا لا. الرقم الجي ال او رقم الجنرال ليدجر ده الرقم بيبقى سي مثلا رقم الريسيفبلز في الميزانيه سي مثلا 10 مليون جاي من جي ال 10 مليون. طيب بس جي ال دي ليها تقسيمه، ليها سب ليدجر، سب ليدجر دي فيها بقى كل الارصده او كل الترانزاكشنز اللي حصلت اللي وصلتني ل 10 مليون. فلو الراجل عطاك سب ليدجر التوتال بتاعها 8 مليون وهو في الجي ال فيها 10 مليون، يبقى السب ليدجر دي كلها غلط، يبقى مهما عملت تيست مش هتوصل لحاجه، ان السب ليدجر اصلا غلط. يبقى الراجل عطاك 8 مليون سب ليدجر او 12 مليون سب ليدجر وجي ال ب 10 مليون، يبقى كده بسم الله الرحمن الرحيم ما توقف كل حاجه، تقول له مش هتعمل اي حاجه غير لما تجيب لي سب ليدجر نضيفها وتبقى ماتشنج مع ايه؟ مثاليه او توتالي، انت عاملها تالي، احنا بنقولها كده على القهوه مثاليه. تمام؟ ان هي تبقى السب ليدجر مثاليه مع مين؟ مثاليه مع الجي ال. طيب اكزامن سبسيكونت كاش ريسيتس.
والله السبسيكوينت كاش ريسيتس هو حاطه هنا مع الفالويشن، بس هو ممكن يديك اكتر مع الاكزيستنس. وهقول لك ليه، ان انت احنا بنسميه سبسيكوينت كاش ريسيتس او سبسيكوينت كاش كولكشن. انا لو قلت لك والله انا عايز من حسين 10 مليون مثلا، طيب بعتكم انا بقى كمراجع بعت كونفرميشن لحسين، حسين ما ردش عليا، طب هعمل ايه؟ عايز افحص الحساب، فممكن اشوف السبسيكوينت كولكشن للشركه. يعني لو الشركه حصلت من حسين 10 مليون يوم 8/1 يوم 9/1، معنى كان ان هي يوم 31/12 كانت عايزه منه 10 مليون. يبقى السبسيكوينت كولكشن هو حطه هنا مع الفالويشن او الالوكيشن او الاكيرسي. بس انا رايي بصراحه، راي الشخص المتواضع اللي ممكن يطلع غلط في الاخر، بس ده رايي، ان هو السبسيكوينت كولكشن بيغطي لك الاكزيستنس اكتر. طيب aging of account receivables to test allowance for doubtful debts، او اللي هي الافدا، اللي هي provisions for doubtful debts او allowance for doubtful debts، او المخصصات الديون المشكوك في تحصيلها. المخصصات الديون المشكوك في تحصيلها بتيجي من حسابات العملاء عن طريق الايدجنج، اعمار العملاء. فانت انك تجيب الايدجنج ريبورت وتشوف الاعمار وتشوف البرسنتج بتاعت كل عمر وتشوف البروفيجن بوليسي، سياسه المخصصات بتاعت الشركه للديون المشكوك في تحصيلها، وتعمل الحسبه دي، انت كده بتشوف ايه؟ كده بتشوف الفالويشن، عشان تشوف ان في الاخر النت اكاونت ريسيفبلز بتساوي الجروس ماينس الالاونس او ماينس البروفيجن، يديك النت ريلايزبل فاليو او النت اكاونت ريسيفبل. فانت لما تشوف حسبه البروفيجنز وتشوفها مظبوط معموله صح ولا لا، يبقى انت كده بتشوف ايه بالنسبه لحسابات الريسيفبلز؟ بتشوف الفالويشن. Discuss the adequacy of allowance for doubtful debts with management and compare the historical experience. طبعا انت لما بتشوف البروفيجنز، مش الكلام اللي المانجمنت بتقوله مش قران يعني، او مش كتاب مقدس، مش اللي هو كن فيكون. المانجمنت قايل لك اللي مش هحصله لمده 10 ايام يبقى 100% مخصص، ده اسمه هرتله، تمام؟ فممكن تبقى الاداره عامله نفسها سياسه للمخصصات، بس مش سياسه واقعيه. مش معنى ان هي سياسه ومتوافق عليها من مجلس اداره ان هي تبقى كتاب مقدس، لا، ممكن عادي انت كاوتر من حقك ان انت تشالنج السياسه، تقول لهم والله يا جماعه السياسه دي از تو اجريسيف او تو كونسرفاتيف. يعني انت ممكن تبقى المانجمنت اجريسيف قوي، او ممكن تبقى كونسرفاتيف قوي، تمام؟ حطها في السياسه على عيني وعلى راسي، ما عنديش مشكله، ده انترنال كنترول، ده موضوع تاني. بس انا كمراجع في قوائم ماليه، براجع قوائم ماليه بقى اكسترنال اوتر، من حقي اعمل تشالنج لايه؟ للسياسه بتاعت الشركه بالنسبه للمخصصات. وخلي بالك، حسب كل صناعه، حسب كل اندستري، وحسب كل بلد، وحسب كل ظروف. يعني اللي بيبيع زبادي غير اللي بيبيع حديد، تمام؟ ده اللي هو ريسيفرز، ده الراجل اللي شغال في الكونستراكشن غير الراجل اللي شغال في الزبادي، وهكذا. يبقى انك تشوف البروفيجنز وتعمل ديسكشن مع المانجمنت وتشالنج وتشوف الدنيا ماشيه ازاي، انت كده بتغطي ايه؟ الفالويشن. طيب خلصنا كده الحاجات بتاعت الريسيفرز، تعالى نشوف السبيسيفيك اوديت بروسيجرز بتاعت الريسيفرز. بص يا سيدي، الريسيفرز فيها زي ما قلنا ان في مشكله في الكاش اللي هي اسمها الكيتنج. يعني الكاش كان فيه ايه؟ كان فيه الكيتنج، اللي هو واحد يسحب فلوس من البنك ويضربها في جيبه ويخلي الرصيد نفس الفلوس دي تبان في بنكين في نفس الوقت، بياخد يعني بمعنى صح، بياخد فايده من حته الكليرنج ومش الكليرنج والتاخر ان الرصيد يتاخر بالحساب والكلام ده. ده اسمه الكيتنج فين في الكاش. الريسيفبلز اللي هو ايه بقى؟ الريسيفبلز فيه حاجه ثانيه، الريسيفبلز اسمها لابينج. كلمه لابينج حتى بالعربي، كلمه لابينج يعني تاخير، او كلمه لابينج يعني بالبلدي كده انك تلبس عمم. يعني حته تلبس عمم، عارف انت كلمه تلبس بنقولها في مصر تلبس عمم. يعني ايه تلبس عمم؟ يعني تجيب من ده تحطه هنا، وبعد كده تجيب من ده تحطه هنا، وبعد كده تجيب من ده تحطه هنا. يعني ايه الهبل ده؟ يعني معناها ان انت، انا عايز فلوس من حسين ومايكل ومثلا واحمد، تمام؟ فانا حسين عطاني فلوس، تمام؟ ادي حسين اهو عطاني فلوس، فانا خدت عملت ايه؟ حطيتها في جيبي وما كتبتش ان انا عايز من حسين فلوس، ما كتبتش ان حسين عطاني الفلوس اللي عليه. فانا كده لسه عايز فلوس مين؟
عايز فلوس من حسين، يبقى انا كده تاني انا عايز فلوس من حسين ومايكل واحمد. اخدت فلوس من حسين، عملت ايه فيها؟ حطيتها في جيبي وما سجلتهاش. طيب بعد كده اخدت فلوس من مايكل، فلما خدت فلوس من مايكل ما حطهاش في جيبي بقى، يعني مش غشامه بقى، خلاص انا سرقت اول مره مش هسرق تاني مره، انا عايز اغطي نفسي برضو. يعني لما تسرق اسرق بغشامه، ما تسرقش بغشامه، تمام؟ فهو عمل ايه بقى البرنس عشان ما يبقاش غشيم؟ قال لك والله الفلوس اللي انا خدتها من حسين وحطيتها في جيبي كل سنه طيب الواحد، خلاص مش هسجلها. لما مايكل عطاني فلوس سجلت في الدفاتر ان الفلوس دي واخدها من مين؟ من حسين. ازاي؟ يعني انا لما مايكل عطاني الفلوس ما قلتش ان مايكل عطاني فلوس، قلت ان حسين عطاني فلوس. طيب يبقى معنى كده ان حسين في الدفاتر دفع فلوسه، مع ان فلوس حسين عملت فيها ايه؟ حطيتها في جيبي. ولما مايكل عطاني فلوس قلت ان الفلوس دي بتاعت مين؟ بتاعت حسين. يبقى كده مايكل وحسين مع السلامه. بعد كده فاضل مين؟ احمد. احمد عطاني فلوس، عملت ايه؟ قلت ان مين؟ قلت فلوس مين دي؟ قلت دي فلوس مايكل. شوف بلبس عمم، تمام؟ ليه؟ عشان مايكل عطاني فلوس قديمه. طب السؤال بقى، السؤال، طب ليه كل الفيلم ده؟ طب ما لما حسين عطاني فلوس وحطيتها في جيبي، حطيتها في جيبي خلاص. بعد كده مايكل لما عطاني فلوس ليه ما سجلتش فلوس مايكل باسمه وسجلت فلوس احمد باسمه؟ ولو في مثلا حد تالت مثلا زي مثلا سمير مثلا، تمام، وسمير لما عطاني فلوسه حطيت عطاني باسمه، ليه كل واحد بسجل، ليه كل واحد يديني فلوس بسجلها بالراجل اللي قبليه؟ لسبب ان اللي بيسرق ده مش عبيط، عارف ان لو حساب حسين، لو الحساب بتاع حسين قعد كتير مش مدفوع الاداره هتشك، هتقول لك ايه ده؟ ده حسين عنده متاخرات طويله، كلم حسين. فلما يكلمه حسين يقول له يا حسين انت ليه ما دفعتش فلوس اللي عليك؟ هيقول لهم لا ده انا دفعت من سنه وادي اهو البنك ستيتمنت بكونفرميشن بنك ستيتمنت ان انا حولت لكم فلوس او البنك او الرصيد او اي حاجه. يبقى لكن لو انا حسين دفع لي وانا حطيت الفلوس في جيبي، بعد كده مايكل دفع لي حطيت فلوس مايكل لحسين، يبقى حساب حسين في الدفاتر راح وما اتاخرش قوي، حساب مايكل لسه ما ايه لسه متعلق، بعد كده احمد دفع لي فلوسه حطيتها لمايكل وحساب احمد لسه متعلق، وهكذا وهكذا وهكذا. مش هيبقى في حد، مش هيبقى في عميل متعلق فتره طويله، مش هيبقى في عميل متعلق ايه فتره طويله، فالاداره مش هتشك، فالاداره ايه مش هتشك. ده اسمه لابينج، ده اسمه ايه؟ لابينج. يبقى اللابينج معناه انك بتلبس عمم او بتلبس طواقي. حسين عطاني فلوس حطيتها في جيبي، مايكل عطاني فلوس لبستها لحساب حسين، احمد عطاني فلوس لبستها لحساب مايكل، مش عارف حسين عطاني فلوس لبستها لحساب احمد، وهكذا. تمام؟ وفي الاخر الفلوس اللي انا اخدتها بتاعت حسين اللي حطيتها في جيبي من الاول محدش هيكشفها، وبقى انا كده سرقت الفلوس. دي اسمها اللابينج. يبقى اللابينج is an embezzlement scheme. embezzlement يعني اختلاس. in which cash allocation from customers are stolen. حطيتها في جيبي. and the shortage العجز is concealed. concealed يعني يتم اخفائه by delaying the recording of subsequent cash receipts. بتخفيه ازاي؟ ان لما طب العجز بتاع حسين هتعمله ازاي؟ لما مايكل يديني الفلوس هسجلها لحسين. طب مايكل كده هيبقى عنده عجز في الـ في الـ في الـ في الرصيد في الدفاتر، هغطيه ازاي؟ لما احمد يدفع الفلوس. طب احمد كده هيبقى عنده عجز في الرصيد، هغطيه ازاي؟ لما سمير يدفع الفلوس، وهكذا. كل واحد يغطي اللي قبليه، كل واحد يغطي اللي قبليه، تمام؟ ده اكزامبل على اللي انا قلته من شويه، يعني هو قال لك جونز وسميث وادم وبروك اللي هم حسين ومايكل واحمد وسمير، تمام؟ هو هنا سماهم اسامي ثانيه، اقرا الموضوع. طيب Lapping most frequently occurs when one individual has both responsibility for record keeping and custody. طبعا دي بتبقى مشكله ليه؟ او بتحصل ليه؟ لما يكون نفس الشخص معاه الريكورد كيبنج والكاستدي. مفيش segregation of duties. فاكر السيجريجيشن اوف ديوتيز اللي احنا اتكلمنا عليها في الكنترولز؟ مفيش فصل مهام. يعني نفس الشخص
عنده ريكورد كيبنج مع الدفاتر ومع الكاستدي مع الحيازه. فطبعا عندك سيجيجيشن ديز ايشوز ودي اللي بتعمل المشكله. Although the best way to control lapping is to segregate duties and there may and thereby make its occurrence difficult, it may be detected by user found procedures. طبعا اسهل حاجه انك تمنع اللابنج انك تفصل المهام. يعني الراجل اللي بيعمل كاش الوكيشن في غير الراجل اللي معاه غير الراجل معاه الدفاتر. يعني الراجل اللي معاه النقديه الكاستدي غير الراجل اللي معاه البوكس الدفاتر, تفصلهم. عشان لو واحد معاه الدفاتر ومعاه الكاش يحط الكاش في جيبه ويسجل وقت ما هو عايز, فطبيعي انك تفصل المهام. بس طبيعي ان انت ممكن تكشف اللابنج ازاي. اول حاجه انت كبروسيدرز ازاي انت كبروسيدرز ان انت تشوف الايج اوف ريسيفبلز والتيرن اوفر اوف ريسيفبلز. ان انت لما يبقى عندك لابنج معناها الايج اوف ريسيفبلز هيعلى والتيرن اوفر اوف ريسيفبلز هيبقى ايه, هيبقى اقل. تمام, فمعنى كده اهو اللابنج increases the age وديكريزز التيرن اوفر. خلي بالك ان اللابنج بيزود العمر, ان انا في الاخر اوفرول بقى اعمار الديون كلها على بعض, حسين على مايكل على سمير على احمد على كله, في واحد اتشفت, في واحد حصل له اتشفت, يعني حصل له شيفت بنسميها اتشفت. تمام, في واحد اتشفت يعني في مبلغ اتشفت, كل واحد بيلبس اللي قبليه, فالمبلغ اللي اتشفت ده هيزود لك اعمار الديون, ولما يزود لك اعمار الديون هيقلل لك التيرن اوفر. طبعا ازاي تحسب الايدجنج وازاي تحسب التيرن اوفر ده موضوع ده خدناه في الفار مش هنتكلم فيه دلوقتي. تمام, فانت لو عملت اناليتيكال بروسيجرز قلت والله ده الافريج ايج بتاع الريسيفبلز السنه اللي فاتت كان مثلا 45 يوم, السنه دي بقى 60, لا ده فيها غلط. او التيرن اوفر السنه اللي فاتت كان مثلا 9 مرات, السنه دي بقى 5 بس, يبقى فيها غلط. يبقى انت ممكن تبتدي يبقى عندك اندرستاندنج ان في لابنج في الريسيفرز ولا لا عن طريق انك تشوف ايه؟ تشوف الايدجنج وتشوف التيرن اوفر وتقارنهم بالسنين اللي فاتت. تاني حاجه الكونفرميشن ريسيفرز, وده طبعا من التستات المهمه جدا جدا جدا, ان انت لما بتيجي تعمل تيست للريسيفرز بتعمل كونفرميشن. طبعا بتعمل كونفرميشنز للميجر اكونتس اللي تغطي لك اكبر قدر او اكبر قدر من حسابات الريسيفرز. يعني انت لو عندك حسابات الريسيفرز مثلا سي مثلا ب 10 مليون بتحاول تكونفيرم 8 مليون 7 مليون حسب الماتيريالتي ليفل, حسب البلاننج ماتيريالتي, وحسب الاوفرول ماتيريالتي, وحسب حاجات كتيره جدا, وحسب الريسيفرز فيها كام عميل. ما هو ممكن الريسيفرز فيها 10 مليون متكونه من ثلاث عملاء, واحد عايز منه 7 مليون, واحد عايز منه 2 مليون, واحد عايز منه مليون, ده 10 مليون. وممكن يبقى ال 10 مليون فيهم 10,000 عميل, عايز من ده 1000, عايز من ده 500, عايز من ده 200, عايز من وهكذا. فبرضه طبيعه الكونفرميشن وهتبعت الكونفرميشن لكام واحد حسب الكونفرميشن نفسها, البريك داون بتاعكم البريك داون بتاع الريسيفبل في كام واحد. تمام اهو, فانت هتعمل كونفيرم ريسيفبلز, انفستيجيت اول اكسبشنز نوتد, امفاسايز اكاونتس ذات هاف بين ريتن اوف فور اول اكاونتس. وخلي بالك هتكشف وهتشوف الريتن الرايت اوف الديون اللي تم اعدامها في افتراضات السابقه, ليه تم اعدامها وتم اعدامها, هل تم اخذ مؤخص وخصص ليها ولا لا, وهل لما تم اعدامها هل في approvals للاعدام ولا لا. For all accounts watch for posting of cash receipts which have been taken on unusually long time. خلي بالك اهم حاجه انت لما تيجي تشوف الكاش ريسيتس اللي خدت وقت طويل. يعني مثلا حساب حسين المفروض ان هو مثلا يتم الكاش الوكيشن بتاعه في خلال مثلا 30 يوم, اتعمل في 90 يوم, يبقى في حاجه غلط, تبتدي تشك. For example, when a reply of a confirmation suggests that the account was paid in December, investigate when the posting was occurred. يعني بمعنى صح, لو الراجل قال لك احنا كان عندنا حساب سدلناه يعني دفعناه يوم 29 سدل, تمام, في 29 ديسمبر, انت تشوف بقى كده, تشوف ان حساب حسين قال لك ان احنا كان عندنا رصيد بس احنا دفعناه في 29 ديسمبر, تشوف البوستنج, تشوف الكويد تم تسجيله امتى, تلاقيه مثلا في مارس, يبقى كل سنه وانت طيب في كارثه. ليه الفلوس الشركه استلمتها في ديسمبر وتم تسجيلها في مارس؟ يبقى معنى كده في ايه؟ في لابنج. طيب يبقى انت كده بتشوف الكونفرميشن بتاعت ايه, بتاع الريسيفرز. الحاجه الثانيه ممكن تشوف الديبوزيت سليبس. الديبوزيت سليبس اللي هي الناس اللي هي حطت لك الفلوس, الناس اللي حطت لك فلوس.
انت المفروض اي كاش الوكيشن بيبقى معاه حاجه اسمها ريميتنس ادفايس. ريميتنس ادفايس اللي هي الاشعار، اشعار النقديه او اشعار اضافه النقديه. يعني مثلا حسين مثلا لما بيحط لي فلوس، انا بقول والله في عندي ان حسين، انا هقول ديبت كاش كريدت ريسيفلز، يعني من حساب النقديه لحساب ايه؟ لحساب العملاء بتاعت مين؟ بتاعت حسين. ليه؟ عشان في ريميتنس ادفايس جايه من حسين ان هو دفع لي الفلوس دي. لو انا لقيت الريميتنس ادفايس بتاعت حسين والكريد معمول على حساب مايكل، قلت ديبت كاش كريدت حساب العملاء، تمام، حساب العملاء بتاع مايكل. طب حساب العملاء بتاع مايكل اتعمل له بوستنج مع الريميتنس ادفايس اللي جاي من مين؟ اللي جاي من حسين. امسك يا معلم كده، يبقى وش غالبا في احتمال تقول بقى زي ما انت ما تقول حسب بقى احساسك المهني، الشكل المهني بتاعك، يبقى في احتمال يكون في ايه عندك لابينج. ده اللي كنت بتكلم عنه. البوك كيبنج سيستم زي ما قلنا، compare remittance advice with information recorded زي ما قلنا من شويه، verify property of non cash credits to account receivable. يعني لو عندك، هو حساب الريسيفبلز حساب ايه؟ حساب العملاء حساب ايه؟ حساب مدين، حساب ديبت. فطبيعي ان هو بيبقى ديبت مع السيلز، يعني تقول ديبت ريسيفبلز وكريدت سيلز، صح؟ عشان تسجل ريسيفبلز. وبيقل امتى؟ لما تستلم فلوس. يعني جالي فلوس من حسين فهقول ديبت كاش كريدت ايه؟ كريدت ريسيفبلز. فطبيعي ان اي كريدت للريسيفبلز يبقى مقابله ديبت للكاش. اي حساب داينه، اي حساب داين للعملاء يبقى مقابله حساب مدين لايه؟ للنقديه او للبنك. طب لو في حساب داين او كريدت للريسيفبلز وديبت بتنجان، ديبت اي حاجه ثانيه بقى، دي اسمها unusual credit للاكونت receivables. انت عملت credit receivables وبدل ما تعمل debit cash او debit bank عملت debit حمادة. مين حمادة؟ مين بتنجان؟ مين البطيخة دي؟ تمام؟ فانت هتشوف الكريت ده الخزعبان الخرافي ده ليه اتضرب، وتعمل investigation ليه انت عملت credit لحساب حسين بمبلغ معين وما زودتش في النقدية. يبقى انت كده خفضت حساب العملاء ومش مقابل ليه حساب نقديه. راحت فين الفلوس دي؟ حد حطها في جيبه ولا ايه؟ طيب نفس القصه، بنعمل فوتنج للكاش سيتس مع مش عارف ايه، مع الريسيفبلز، مع قلناها ريكونسايز انديفيديوال كاستمر تو اكونت سيفبل كنترول اكونت، كومبير كام مانث كوبيز اوف مانث ستيبلز وسكورز. قلنا كان ده كله. في حاجه عايز اقول لك عليها برضو في ريكونسيليشن، ممكن ما تبقاش واضحه قوي في الكتاب بس هقولها لك في الواقع العملي. هقولها لك في الواقع العملي. لما تيجي تفحص ريسيفبلز، احنا اتفقنا ان اي حاجه بتشوف بتعمل ريكونسيليشن او بتعمل ماتشنج بتشوف الرقم بتاع الجي ال مع رقم التي بي، سوري مع ايه رقم الجي ال، بتشوف رقم الجي ال مع رقم السب ليدجر، صح؟ بتشوف رقم الجي ال او تي بي، تمام، الرقم الكنترول التوتال بتشوفه مع السب ليدجر. بتشوفه مع ايه؟ مع السب ليدجر. ولازم يكونوا قد بعض، يعني ما ينفعش رقم العملة في الجي ال او في التي بي او في الميزانية يبقى 10 مليون والسب ليدجر تبقى 8 مليون او 12 مليون، يبقى في حاجة غلط. فانت بتعمل ريكونسيليشن بين الاثنين، بتشوف هل الاثنين زي بعض ولا لا. بس في الريسيفبلز بتشوفهم مع حاجة ثالثة. افتكر، يبقى انت بتشوف الجي ال او التي بي مع السب ليدجر مع حاجة ثالثة. ايه هي الحاجة الثالثة؟ الايدجنج ريبورت. اوعى تنسى تعمل ماتش للايدجنج ريبورت مع السب ليدجر مع التي بي. ازاي؟ الايدجنج ريبورت بيبقى ريبورت منفصل. الجي ال ده رقم خبط لزق سيف يد، رقم 10 مليون، انت عندك حساب عملاء ب 10 مليون سيف يد. تفاصيله فين؟ في السب ليدجر. بس السب ليدجر ما بتديكش ارصده، السب ليدجر ما فيهاش ارصده، السب ليدجر حركات مدين داين مدين داين مدين داين، مدين عشان بعنا داين عشان اخدنا فلوس، مدين ما بعنا داين عشان اخدنا فلوس، طق 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 مدين داين، وفي الاخر في رصيد. فالرصيد ده المفروض يكون مثالي مع ايه؟ مع التي بي او مع الجي ال. الفكره بقى ان احنا بنعمل ريبورت تالت في اعمار الديون، بيبقى نسخه من السب ليدجر بس متقسم بير كاستمر، بيبقى متقسم على مستوى كل عميل، ومستوى كل عميل بنقول والله العميل ده الفواتير المتاخره لمده 30 يوم بكذا،
المتأخرة لمدة 90 يوم بكذا، المتأخرة لمدة 180 يوم بكذا، فوق ال 360 يوم بكذا. ده اسمه جدول أعمار الديون أو الـ Aging Report، اللي على أساسه المخصص بيتحسب، واللي على أساسه المخصص بعد ما بيتحسب بيتعمل له بوستنج في الدفاتر. فلازم رقم الـ Receivables اللي موجود في الـ Aging يساوي رقم الـ Receivables اللي موجود في الـ Sub Ledger يساوي رقم الـ Receivables اللي موجود في الـ TB. يسألني سائل، طب ما هو في السيستمز او في السيستمز الموجوده حاليا، هو مش الايدجنج ريبورت طبيعي انه بيقرا من السب ليدجر، فالمفروض السب ليدجر والايدجنج ريبورت يبقوا شبه بعض؟ ثيوريتيكال لازم، يعني نظريا لو انت عندك سيستم فالطبيعي ان السب ليدجر بيبقى المفروض هو الايدجنج، بس عمليا بتحصل كتير 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 تلاقي ان الساب ليدجر ماشيه في سكه والايدجنج ماشي في سكه. ليه؟ حاجات بقى بتشوف عجب العجاب بقى، مشاكل في السيستم، مش عارف ايه ده الكلام ده. احنا شغالين سيستم، لو احنا شغالين مانوال بقى ده موضوع تاني. لو احنا شغالين مانوال بتتكلم ان دي اكسلايه بره، اكسل شيت كده بره، الراجل بيلعب فيها براحته، فطبيعي ان ممكن يكون فيها اختلاف انت ما تضمنش. عشان كده لما تيجي تعمل ريكونسيليشن تريكونسايل التي بي او جي ال مع السب ليدجر مع الايدجنج، اوعى تنسى الكلام ده. ينطبق على الريسيفبلز، ينطبق على البيبلز، ينطبق على الفيكس اسيتس. الفيكس اسيتس تي بي مع السب ليدجر مش مع الايدجنج بقى، ما فيش حاجه اسمها ايدجنج لفيكس اسيت، هنتكلم عنها ان شاء الله لما نخش في فيكس اسيت، بس بقول لك من دلوقتي مع الفيكس اسيت تيبل او الفيكس اسيت ريجستر. الشركات بتعمل حاجه اسمها فيكس اسيت ريجستر، سجل الاصول الثابته مختلفة عن السب ليدجر، طبعا مختلفة عن تي بي طبعا او جي ال. فانت برضه لما تيجي تعمل ريكونسيليشن للفيكس اسيت بتشوف التي بي او جي ال مع السب ليدجر مع الايه؟ مع الزفت اللي اسمها ايه؟ الفيكس اسيت ريجستر. طيب لما نيجي للفيكس اسيت، طيب احنا قلنا هنا الكونفرميشنز. الكونفرميشنز احنا نرجع للريسيفلز. كونفرميشن اوف اكونت سيفلز از جاي اكسبتد اول ستاندرد بروسيدجرز. ده من المعايير بتاعنا، نبعت confirmations. Auditors are to confirm receivables. انت لازم تعمل confirmation receivables unless account receivables are immaterial. يعني الحساب فيه 5 جنيه مثلا، او انت مثلا عندك مثلا ارصده كتيره جدا لعمله كتيره، وعندك عميل حسابه 10 مليون وعميل حسابه 2000 جنيه مثلا. انت باللوجيك كده هتكونفيرم مين؟ ال 10 مليون. ال 2000 جنيه دول يعني يا سيدي حدهم لك انا ونخلص يعني، تمام؟ او confirmations will be ineffective as an audit procedures. ساعات ما بتعرفش تلغي الكونفرميشن، بعت الراجل كونفرميشن ما ردش، بعت له secondary reminder ما ردش، هتعمل ايه؟ خلاص. او الراجل overseas، الراجل مثلا في الهند، ما فيش بقى، ما هو انت بتعرفش تتكلم هندي وهو ما بيعرفش يتكلم عربي، وانت الانجليزي بتاعك بتاع ميس ميرفت وهو الانجليزي بتاعه بتاع مستر كومار ومحدش فيكم فاهم التاني، تقول له كونفرميشن يقول لك تنترتيشن ولا حد فاهم حاجه، تمام؟ ففي الاخر بتعمل ايه؟ بتفكس، تمام؟ او the combined assessment of inherent risk and control risk is low that the assessment with other substantive procedures is sufficient to reduce the audit risk to accept all level. مهمه جدا. لو انت عندك الاوديت ريسك لو وعندك اذر اوديت بروسيدجرز تغطيك، مش لازم كونفيرميشن. يعني انا الحساب بتاع مستر واتيفر ما بخبلاش مستر يا عم، خلينا نقول الحساب بتاع حسين. حسين انا عايز منه 10 مليون يوم 1/12، فانا بكلم الاداره بقول لهم يا جماعه احنا عايزين نبعت كونفيرميشن لحسين اللي هو العميل بتاعكم. فالاداره قالت لي طب وليه نبعت له كونفيرميشن ونبعت وجواب رايح وجواب جاي؟ طب يا عم ما هو حسين دفع لنا ال 10 مليون يوم 8/1، وادي يا عم اهو ادي البنك ستيتمنت فيها حسين و8 و10 مليون ومكتوبه اللي جايه منين وموجود فيها رقم الفاتوره اللي هو هيتعمل لها الوكيشن، والدنيا ظريفه وكل حاجه باينه قدامك. انت شايف ان الدنيا ظريفه وشايف السبسيكوينت كولكشن وشايف ان الدنيا ظريفه وعندهم الاوديت ريسك قليله وعندهم انترنال كنترول كويس، خلاص مش لازم تمسك في الكونفرميشن، ما انت عندك الحاجه قدامك وصلت لك. بس انت لو شايف ان الدنيا ملعبكه
وال 10 مليون مش باقيه جايه منين، ومش مكتوب فيها رقم الفاتوره، والدنيا داخله في الحيطه، لا يبقى انت ساعتها ممكن تصر على ايه، على الكونفيرميشن. فالموضوع راجع ليك انت كاوديتور، البروفيشنال جادجمنت. خلي بالك من حاجه، ريسيفبلز كونفيرميشن برايمري تيست اكزيستنج اسيرشن مهمه جدا. يبقى الكونفيرميشن زي ما هي بتغطي الاكزيستنس في الكاش، بتغطي الاكزيستنس فين؟ بتغطي الاكزيستنس فين؟ في الريسيفبلز. دي اول حاجه. And only limited extent to the completeness of evaluation assertions. ممكن تغطي لك شوية completeness أو شوية evaluation بس مش قوي يعني، تمام؟ لكن هي mainly الconfirmation بتغطي إيه؟ الexistence. تاني حاجة لازم تعرف الفرق ما بين البوزيتيف confirmation والنيجاتيف confirmation. مهمة جدا. لازم تعرف الفرق ما بين البوزيتيف confirmation والنيجاتيف confirmation. إيه البوزيتيف confirmation والنيجاتيف confirmation ده؟ البوزيتيف confirmation معناها إن أنا طيب في نوعين من الكونفيرميشنز، بوزيتيف ونيجاتيف. كلمه بوزيتيف كونفيرميشن معناها ان انا ببعت، او الشركه بتبعت، او انا ببعت كمراجع لحسين بقول له يا حسين بعد اذنك اعمل لي كونفيرميشن ان انت عايز ان الشركه عايزه منك 10 مليون دولار. يبقى انا بوزيتيف كونفيرميشن معناها ايه؟ ببعت للكاستمر او للعميل بقول له يا عم الكاستمر، يا عم حسين رد عليا، لازم ترد عليا، لازم request a reply، ده اسمها positive confirmation. رد عليا قول لي الشركه، هل الشركه عايزه منك عايز 10 مليار ولا لا. وساعات ببعت له واقول له الشركه عايزه منك فلوس، قول لي الرصيد اللي عندك. بيسموها blank confirmation، هي positive لسه بس blank من غير رقم. يعني ببعت له اقول له قول لي الفلوس اللي الشركه عايزاها منك كام، بس معناها ان انا مستني رد من حسين، معناها ان انا مستني رد من حسين. يبقى البوزيتيف كونفيرميشن معناها ان انت بتبعت الكونفيرميشن للكاستمر ومستني منه الرد، لازم يرد، ما ينفعش، لازم يرد. النيجاتيف كونفيرميشن لا، النيجاتيف كونفيرميشن معناها انك بتبعت لحسين تقول له احنا حسب، احنا كمراجعين حسب الدفاتر بتاعت الشركه، الشركه عايزه منك 10 مليون. لو انت عندك اي تحفظات او شايف ان الرقم ده غلط تبقى قول لنا، لو ما ردتش علينا احنا هنفترض ان ايه، ان الحساب صح. يبقى البوزيتيف كونفيرميشن لازم يرد عليا يقول لي اه او لا، صح او غلط، دي البوزيتيف كونفيرميشن. النيجاتيف كونفيرميشن انت بتبعتها وتقول له لو صح خلاص زي ما انت على وضعك تمام، لو غلط ابعت لي قول لي ان لا الدنيا فيها مشاكل. طب انت تبعت البوزيتيف انت تبع النيجاتيف، طبيعي ان في ظروف مختلفه. البوزيتيف لو انت عندك هاي ريسك، لو انت عندك حسابات مهمه، حسابات كبيره، حسابات هتغطي جزء كبير من البالانس اللي عندك. النيجاتيف لو انت عندك الريسك قليله، الريسك اصغر، لو انت عندك مئات المئات من العملاء وانت مش سهل انك تبعت ويرد وتستنى رد كتير قوي من الناس، فانت بتبعت وتقول للناس لو اللي عنده مشاكل يبعت لي، عشان انت عندك بتبعت كونفيرميشنز لمئات. ففي فرق بين البوزيتيف والنيجاتيف. تعال اقرا الكتاب بيقول لك ايه. The positive confirmation or the positive forms request a reply from debtors or from customers. لازم reply من الكاستمرز. Some positive confirmation or some positive forms request the recipient to indicate either the agreement or disagreement with the information stated in the request. يعني لازم تقول لك، ببعت له وقول له قول لي انت موافق ولا مش موافق. Other positive forms تمام اسمها بلانك فورم او بلانك كونفيرميشن. بلانك يعني ايه؟ بلانك ما فيهاش رصيد. يعني ببعت لحسين بقول له شركه حماده عايزه منك فلوس، هي عايزه منك كام؟ مش هقول له بقى ال 10 مليون، هو بقى يرد عليا اهو. قال لك other positive forms، هي ستيل لسه positive، فاسمها بلانك positive confirmation. Do not state the amount or other information but request the respondent اللي هو حسين to fill in the balance or to furnish the other information. بس مشكلتها بقى البلانك دي ان هي بتخلي اللور ريت، سوري الريسبونس ريت، الريسبونس ريت تبقى اللور. ان انا هبعت جواب لحسين، حسين بقى لسه هيشوف الرصيد ويتاكد. يا عم احلق له يا عم، كبر دماغك منه تمام. اصل انا مراجع بتاع حماده، انا مش مراجع بتاع حسين، فانا ممكن ابعت
كونفرميشن ريكوست لحسين ويحلق لي يعني عادي، ممكن يحلق لي الراجل يعني انا هو مش شغال عندي تمام، انا ببعت له ريكوست ممكن ممكن ببساطه جدا يقول لي احلق نفسك تمام. فانت لما بتبعت بلانك، لما بتبعت بلانك كونفرميشن ريكوست احتماليه ان الناس تحلق لك تبقى عاليه شويه تمام، تحلق لك بالمصري يعني تكبر دماغك منها، يعني تكبر دماغك يعني تتجاهلك تمام. فاحتمال الناس تحلق لك ده احتمال عالي، ان هو انت بتبعت له رقم ما بتبعتلوش الرقم، هو بقى لسه هيخش ويشوف ويدور ويعمل ويتاكد يا عم كبر دماغك. فخلي بالك وانت بتبعت البلانك، خلي بالك ان الريسبونس ريت هتبقى ايه، هتبقى لور اهو. سينس بلانك كونفيرميشن ريكويست ريكوايرد ذا ريسيبيانت تو بروفايد ان اماونت دي كنترول ذا بوسيبل تندنسي اوف ا ريسيبيانت تو سيمبلي اجري وذ ان اماونت تو كونفيرميشن. طب انا ليه ببعت البلانك ده؟ انا ممكن ابقى خايف ان حسين اقول له حسين هي الشركه عايزه منك 10 مليون، فحسين من غير كده ما يبص من غير ما يتاكد اه عايزه مني 10 مليون من غير ما يبص، فانا ممكن ابعت البلانك عشان اتاكد، عشان اخلي حسين يبقى متاكد من الرقم اللي هيحطه. بس المشكله اهو without considering the accuracy they do however often result in a lower response rate. مشكلتها هي قويه ان انت بتخلي المعلومات very accurate، يعني بدل ما تبعت كونفيرميشن لحسين تقول له هي الشركه عايزه منك 10 مليون هو يرد عليك يقول لك اه 10 مليون وخلاص ريحه ريحه، لا بتخليه تجبر انه يخش يشوف الدفاتر ويكتب لك الرقم الصحيح، بس هو ممكن تخليه يكسل ويحلق لك في الاخر. ده بالنسبه للبوزيتيف، يبقى البوزيتيف عندك العاديه وعندك البلانك. النيجاتيف، ذا نيجاتيف form request of the recipient is to respond only if he or she disagrees with the information stated on the request. Negative confirmation request may be used when انت تستخدم بقى negative confirmation لما the combined risk the combined assessed level of inherent and control risk is low. حاجة الحاجة لما يقول لك combined assessed level of inherent and control risk is low، لو تفتكر في درس controls or risk assessment احنا قلنا الانهيرنت ريسك والكنترول ريسك اسمها ايه؟ اتنين على بعض اسمهم ايه؟ اسمها الريسك اوف ماتيريال ميستيتمنت. فانت ممكن تقول له ذا كومبايند اسيست ليفل اوف انهيرنت ريسك اند كنترول ريسك از لو، او ممكن تقول له ذا كومبايند ريسك ليفل او سوري ذا كومبايند اسيست ليفل اوف ريسك اوف ماتيريال ميستيتمنت. يعني انت ممكن تشيل كلمه انهيرنت ريسك وكنترول ريسك وتحط ريسك اوف ماتيريال ميستيتمنت، ان ريسك اوف ماتيريال ميستيتمنت هي عباره عن الانهيرنت ريسك مع كنترول ريسك. فلو انت عندك ريسك اوف ماتيريال ميستيتمنت قليله ممكن تستعمل نيجاتيف كونفيرميشن. لو انت عندك لارج نمبر اوف سمول بالانسز انفولد، يعني انت عندك 10 مليون بس ال 10 مليون دول فيهم 20,000 عميل، كل واحد فيهم بقى اللي عايز منهم 200 واللي عايز منه 500 واللي عايز منه 175، حاجات صغيره. فاعداد كبيره بارقام صغيره. The auditor has no reason to believe that the recipients are unlikely to give them the adequate consideration. يعني انت من خلال خبرتك مع الراجل زي مثلا حسين، انت ايه؟ انا مثلا انا براجع على شركه حماده بقالي 3 سنين، كل سنه ابعت confirmation request positive لحسين ويحلق لي، كل مره يحلق لي واضطر اكلمه ومش عارف ايه ويا عم يلا. فانا عارف ان هو مش يعني ايه هيزهقني، فانا ممكن ايه ابعت له negative confirmation. Note that مهمني. When no reply received for the negative confirmation, the assumption is made that the debtor agrees with what in the amount and that evidence is to existence has been collected. أنت لما تبعت negative confirmation والناس ما تردش عليك، ده يعتبر evidence إن الرقم اللي موجود في الـ في confirmation ده رقم صحيح وكله تمام. When no reply is received to positive confirmation، لا دي مشكلة. أنت مستني رد. Positive confirmation مستني رد. A second request is normally made to the debtor. بتبعت له second request. يعني انت بعت له confirmation request وحلق لك. فبتعمل له ايه؟ بتعمل second request. طب if no reply خلاص بقى هتعمل ايه؟ ما انت مش هتزهقني. هتعمل له ايه؟ خلاص بعت له اول مره حلق لك، بعت له ثاني مره حلق لك، فهتضطر بقى تقول ايه؟ تخش في alternative procedures. تخش تعمل ايه؟ الاجراءات البديله اللي هو تعمل ايه؟ تشوف اول حاجه، بص هو الكتاب كاتب لك اول حاجه examination of shipping documents، بعد كده subsequent cash receipts، بعد كده sales agreements. الترتيب ده غلط للاسف، الكتاب فادت منه الحته دي. الصح
الترتيب كالتالي: تمشي كونفرميشن، ما فيش كونفرميشن جات لك، تمشي سبسيكوينت كولكشن في الاول، يعني سبسيكوينت كاش ريسيتس هي اول حل تلجأ له بعد كونفرميشن مش تالت حل. يبقى اول حاجه لو ما فيش كونفرميشن تخش في ايه؟ في السبسيكوينت كاش كولكشن او سبسيكوينت كاش ريسيتس. ما فيش ما لقيتش، ساعتها بقى تشوف بقى الشيبنج دوكيومنتس وتشوف السيلز اجريمنتس وتعمل فاوتشنج وتضرب غطس في حسابات وتضرب غطس في فواتير عشان تشوف الدنيا ماشيه ازاي. يبقى كونفرميشن، ما لقيتش كونفرميشن سبسيكوينت كولكشن، ما فيش سبسيكوينت كولكشن اضرب غطس. However, the auditor may consider not to perform alternative procedures when no unusual quantitative factors or systematic characteristics related blah blah blah, the non-response is total or projected is blah 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 is immaterial. يعني معنى صح، انت ممكن بقى تحلق خالص للموضوع وتكبر دماغك. انت والله انا عندي حساب ب 10 مليون، بعد confirmation ال 10 مليون 9 مليون و 500 ردوا عليا ونص مليون ما ردش عليا، فانا غطيت 95% من الحساب، 9.5 مليون من 10 مليون، فممكن يبقى الباقي immaterial. طبعا حسب الماتيريالتي ليفل، ما مش معناها النص مليون ده ماتيريال او مش ماتيريال. نص مليون بالنسبه للشركات ممكن تبقى immaterial بالمره، وممكن شركات صغيره تبقى ماتيريال جدا حسب الماتيريالتي ليفل. فممكن لو الـ untested balance او الحاجات اللي non tested immaterial ممكن تكبر دماغك وتعديها. شايف كل الكلام ده انا شرحته؟ مهم جدا الاقتراب، مش معنى انا مش حران، ده نفس الكلام اللي انا قريته، انت بتشوف تعمل ايه ومش عارف ايه، وتشوف الفواتير وتعمل كونفرميشن وتشوف الحساب الايجنج عشان الفالويشن والكات اوف وكل الكلام ده. شايف انت كل الحاجات دي اللي انا شرحته؟ فانت يا ريت تقرا الكلام ده. يبقى انا كده خلصت. تاني الكلام ده مهم، اللي مش هيقراه مشكلته، مشكلته الشخصيه، انا يعني بترخص من المسؤوليه اهو. اقرا الكلام ده، انا شرحته بس انت لازم تقراه. انا كده خلصت الريسيفبلز، يبقى انا كده خلصت السيلز سوري خلصت الكاش والريسيفبلز. ان شاء الله انا هوقف عند كده النهارده، المره اللي جايه ان شاء الله هنكمل. المره الجايه هناخد الانفنتوري، الانفنتوري لسه برضو كبيره او نفس النظام، الانفنتوري والفيكس اسيتس هم اكبر اثنين، وبعد كده حاجات ثانيه صغيره. فان شاء الله هحاول على قد ما اقدر، ربنا يكرم ان شاء الله، المره اللي جايه اخلص اليونت. لو ما خلصش المره اللي جايه فان شاء الله قطعا يعني ان شاء الله المره اللي بعديها. فاحنا اليونت ده يا اما فاضل لنا فيه حصه اللي هي الحصه اللي جايه، يا اما في يا اما لو الحصه اللي جايه انا بقى هستعت منكم وتعبت فرحت فيصت، ساعتها يبقى هنضطر ناخد حصه زياده. بس ان شاء الله ربنا يكرم ونخلص الحصه اللي جايه يونت 4. هقف على كده النهارده ان شاء الله. اللي انا عايزه منك في الفتره دي تحاول تقرا وتحل على الاجزاء اللي انا حليت عليها اللي انا شرحتها. هاويفر لو عايز تصبر للمحاضره اللي جايه وتحل كله على بعضه ما عنديش مشكله، بس عامه وايلي ظريف ان هو مقسم الكتاب او مقسم المواضيع ومقسم الاسئله، فانت عندك فرصه دلوقتي انك ممكن تذاكر وتحل على الاجزاء دي فقط. فيا ريت تحاول تنجز معايا، واشوفكم المره الجايه ان شاء الله.